ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة عبر هوا الإخبارية السورية من دمشق. ننقل وقائع كلمات اجتماع مجلس الأمن المنعقد حاليا، وكنا قد نقلنا قبل قليل في استوديو الحدث الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الروسي لافروف، والذي أكد على مجموعة من النقاط بدت وكأنها خارطة الطريق وخطة عمل للمرحلة المقبلة. تحدث في الشق العسكري على الانتهاكات التي حصلت لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقع مؤخرا ما بين الروسي والأمريكي. أشار إلى نقاط الخلل والضعف الذي اكتنفت هذا الاتفاق نتيجة عدم التزام المجموعات مسلحة بتنفيذ هذا الاتفاق، بينما وقع الاتفاق يعني تنفيذه فقط على الجانب السوري والروسي، ودعا إلى تحقيق شامل ودقيق بعيدا عن العواطف لاستهداف قافلة المساعدات الإنسانية التي حصلت مؤخرا في ريف حلب، بالإضافة إلى استهداف مواقع الحكومية في دير الزور، بالإضافة إلى تصعيد جبهة النصرة في القنيطرة. وأيضا قال بأن روسيا مستعدة للكشف عن نص الاتفاق الذي وقع ما بين الروسي والأمريكي، ودعا الجميع إلى ضرورة دعم الحوار السوري الذي اعتبره أولوية مختلف الأطراف في المرحلة المقبلة. وقال بأن مجلس الأمن والأمم المتحدة سوف يقومون بدعم هذه المحادثات على أن يكون الاتفاق يأخذ طابع الشامل ما بين كل الأطراف فيه. بعد ذلك استمعنا إلى ما قاله كيري، والآن يعني هناك الكلمات تتلى واحدة تلو الأخرى. بالاطلاع على التحليل السياسي لما جاء في بعض هذه الكلمات، أرحب بضيفي بالبداية المحامي أحمد قلعجي المحلل السياسي، والدكتور محمد خير العكام عضو مجلس الشعب معنا عبر الهاتف من دمشق. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا بك. بالبداية، ما وجاهة أهم النقاط التي سلط الضوء عليها لافروف لناحية الالتزام بضرورة يعني تنفيذ بنود وقف الأعمال القتالية، التزام مختلف الأطراف، الانتهاكات التي حصلت، إعادة تصنيف قائمة المنظمات الإرهابية؟ بالتأكيد كلام سيد سيرجي لافروف كان كلام توصيفي دقيق لهذه المرحلة ولطبيعة ما جرى وحقيقة الخروقات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية والمسؤول عن دعم هذه الخروقات. سيد كيري لم يتحدث، عفوا سيد لافروف لم يتحدث فقط عن عدم التزام التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المسلحة وفق التسمية الأمريكية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمريكي. أشار أيضا إلى عدم قدرة الأمريكي يعني حتى بشكل دبلوماسي، ربما حملت تصريحات السيد لافروف، عدم التزام الأمريكي وعدم استطاعة الأمريكي الضغط على هذه التنظيمات بغية تنفيذ هذا الاتفاق. وأيضا أشار بما لا يدع مجال للشك بأنه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون بمعزل عن اطلاع العالم أجمع بأن يبقى سريا كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الجانب الروسي احترم هذه المسألة، ولكن مع تزايد حجم الخروقات وحجم الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية وعدم التزامها بما تم التواصل إليه، أنا أعتقد من الجانب الأمريكي كان ضروريا على روسيا أن تقترح اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار، وهذا ما عرضته الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. على كل حال، هو أعطى ملامح أساسا لما جاء في هذا الاتفاق، وكأنها يعني خطوط أو عناوين عريضة عندما قال أولوية تتمثل بتحديد ملامح المعارضة وفصلها عن نصرة وداعش، ضرورة إنجاح وقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية والتصدي للأعمال الإرهابية والمجموعات الإرهابية. هذه ملامح ربما كان مقصود تسريبها والحديث عنها. وهنا أسأل الدكتور محمد خير العكام معي عبر الهاتف من دمشق. أهلا بك دكتور. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. نعم، ما الذي أراد لافروف بأساس الحديث عن هذه العناوين العريضة من جملة ما تضمنه الاتفاق أو الإشارة إلى ما تضمنه حتى ولم يفشي عن كل نص هذا الاتفاق؟ لا، هو تكلم مثل ما أتي حضرتك على العناوين الرئيسية التي وجدت في هذا الاتفاق. نعم. تكلم بل أكثر من ذلك عن مراحل تنفيذ هذا الاتفاق دون الدخول في تفاصيل مضمون هذا الاتفاق. يعني بات معروفا أن هذا الاتفاق مؤلف من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي التي انتهت دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة. التزم، هو قال أن هذه المرحلة الملتزم الوحيد فيها هو الجيش العربي السوري وحكومة الجمهورية العربية السورية، وأن الطرف الآخر
في سبع سنة في سبعة الأيام التهدئة المطلوبة لم يلتزم أبدا، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعله يلتزم. وهنا ما بين السطور، لا تريد الولايات المتحدة أن تجعله يلتزم. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تريد أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق المتمثل بتنسيق روسي أمريكي لضرب داعش والنصرة، بعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالفصل بين الإرهابيين المعتدلين وفق التصنيف الأمريكي والنصرة. لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القيام بذلك، وهذا التزام على الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كل ذلك يمكن أن ننتقل إلى الحوار السياسي بين السوريين في جنوب. نعم هذا واضح. وهنا سؤالي أستاذ أحمد قلعجي، يعني لافروف ربما متعمدا أشار إلى العناوين العريضة والحديث عن المراحل كما وصفها الدكتور محمد خير العكام، هذه كمرحلة أولى، هل نتوقع بالمرحلة المقبلة في حال استمر هذا الابتزاز الأمريكي أو اللعب على عامل الوقت والاستثمار في الميدان أن يتم فعلا نشر التفاصيل مما جاء في هذا الاتفاق؟ وهذه كانت رسالة إلى أمريكا من قبل الخارجية الروسية اليوم. بالتأكيد، حتى المبعوث الدائم الروسي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى أيضا بعض النقاط التي جاءت في مؤتمر صحفي، أشار إلى نقطة واحدة يعني بسطر واحد مما جاء في الاتفاق، بمعنى أن روسيا تقول بأنها قادرة على نشر بنود هذا الاتفاق، لكنها تحترم تعهدها للجانب الأمريكي الذي لم يحترم تعهداته على الإطلاق. ولكن الكشف عن بعض الخطوط العريضة أنا أعتقد بأنه يأتي إجابة على بعض التكهنات وعلى بعض الذين ذهبوا بعيدا، خاصة مايكل رانتي الذي يعني أرسل أو وجه رسالة إلى بعض التنظيمات الإرهابية أو بعض من تعتبرهم معارضة تتضمن بنودا قال أنها وردت في الاتفاق الروسي الأمريكي تتعلق بالمستقبل، مستقبل سوريا والوضع داخل سوريا. أشار سيد لافروف إلى الخطوط العريضة بمعنى أنه لم يتم التطرق لا إلى القيادة أو مصير القيادة في سوريا ولا إلى كل ما يعني الشعب العربي السوري بمفرده، بمعنى أنه هو القادر وهو المخول فقط بتقرير مصير بلاده وتقرير مستقبله. هذا ما أشار إليه سيد لافروف، ولذلك كان لزاما عليه أن يؤكد وأن يميط اللسان عن يعني بعض النقاط التي اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على الإبقاء عليها ضبابية لعدم إحراج نفسها أمام التنظيمات الإرهابية التي تتبع لها أو التنظيمات التي تعتبرها معارضة، وهي في نفس الوقت تحاول أن تضحي بها في الإطار الثاني أو في المرحلة الثانية من الاتفاق. بل كخطوة ثانية، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على كشف بنود مثل هذا الاتفاق، وبالتالي أنا أتوقع أن الجانب الروسي وللضرورات السياسية وحتى لضرورات الميدان سوف يلجأ إلى إحراج الأمريكي أو إلى الكشف عن حقيقة ما تم التواصل إليه مع الجانب الأمريكي، لأن هذا الاتفاق هو اتفاق دولي. يعني طالما نحن نتحدث عن شخصين دوليين، لا يعني دولي بمعنى أنه ملزم لأطراف دولية، ولكن طالما أنه شخصين من شخصيات القانون الدولي فهو يعتبر اتفاق دولي، وبالتالي لا يجب أن يكون أن يبقى سريا طالما أن هناك دول وافقت عليه ودول أيضا تترقب أن تقرأ ما جاء فيه لكي تبني مواقفها على هذا الأساس. نعم. وهنا دكتور محمد خير العكام سؤال، يعني عندما استمعنا إلى تصريحات لافروف المستند إلى أدلة ووثق ربما كل الأمثلة التي جاء بها بصور على الأرض، عندما تحدث عن استهداف دير الزور، عندما تحدث عن استهداف قافلة المساعدات، عن تصعيد النصرة الأخير، عن أحرار الشام وجند الأقصى في حما، بأمثلة ربما تستند إلى وجاهة قوتها على الأرض. ولكن عندما سمعنا تصريحات كيري الذي اتهم كما سماه نظام الأسد وداعش والنصر الذين لا يؤمنون بإطلاق النار بوقف إطلاق النار في سوريا، وقال بأن تصريحات روسيا عن استهداف المساعدات الإنسانية فيه متعارضة ومنافية للحقائق، وأيضا تحدث عن مهاجمة قافلة الإغاثة الذي يثير شكوك وغيرها من الأمثلة، لم يعطي أي مستند على الأرض. وبالتالي ما مدى القوة التي استند إليها كل من هذين الطرفين عندما ساقا تحليل الواقع على الأرض؟ تمام. إذا أنا من وجهة نظري، وأنا هلا هم بأحكي باعتباري محامي، المحامي عندما يقدم مرافعة أمام القاضي عليه أن يقدم أدلة.
الروسي قدم الأدلة، قدم الوثائق، قدم الصور الفضائية، وعندما يقول يتخذ موقفا يقول هذه وثيقة هذه وهذا دليل هذا الموقع على صحة هذا الموقف. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم إلا الكلام المرسل دون أي وثائق على الأرض ميدانية ولا صور فضائية، وهي قادرة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية محرجة للغاية، هي أصلا إذا بتذكري هي تهربت من، عم تسمعيني؟ نعم أنا معك دكتور، تفضل. تهربت من الوصول إلى جلسة مجلس الأمن لكي لا تحرج بكشف التفاصيل، بل هي لا تريد أن تحرج لأنها لا تريد أن تضغط على هؤلاء الإرهابيين. يعني قد يقول قائل أنها لا تستطيع أن تضغط عليهم بشكل مباشر، قد يكون ذلك صحيحا، ولكن هي تستطيع أن تضغط على الذي يتصل بهم بشكل مباشر اللي هو التركي والسعودي والقطري. هي تستطيع عبر الضغط على هذه الدول الإقليمية التي تعتمد عليها في تنفيذ سياساتها وتحريك الإرهابيين في سوريا، نعم. يمكن أن تصل إلى نتائج، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة الدامغة أنها لا تريد أن تصل إلى هذه الـ يعني إلى هذه النقطة أنها تريد محاربة شبيهة للإرهاب. نعم. لذلك طيب. لا تريد أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من طيب. هذا الذي فعل. لكن دكتور النظر الروسية كانت أكثر دلالة وأكثر منطقية وأكثر واقعية، والموقف الروسي أكثر قوة ويحرج الأمريكي. نعم، ولكن كلا الطرفين الروسي والأمريكي يدافع عن موقفه من الاتفاق والتقيد ببنود هذا الاتفاق، كل من وجهة نظره أو من يعني طريقة تعاطيه مع الأمور، لكن كيف السبيل لحماية هذا الاتفاق إذا كان بنوده أساسا ومضمونه غير معروفة لمجلس الأمن حتى يتم التوقيع عليه أو تبنيه؟ تماما. إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها محرجة في إظهار تفاصيل هذا الاتفاق، فعلى الأقل عليها أن تظهر العناوين الرئيسية التي أظهرتها روسيا وترتب المراحل وتقول هذه المرحلة نجحت لننتقل إلى المرحلة التي تريها. هي لا تريد حتى في هذه، نحن اللي بنسميه نحن البريف تبع المتعلق بالاتفاق، لا تريد أن تصله للولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تراوغ وتستغرق الزمن. يعني والضربات الأمريكية التي قامت بها في دير الزور واستهدفت مباشرة قواعد الجيش العربي السوري، كان الهدف منها هو تغيير دراماتيكي على الأرض، نعم. علّها تستفيد منه في السياسة وتنقلب على هذا الاتفاق التي تجد أنها غير قادرة على تحقيق بنوده بالتفصيل. نعم، وهنا سؤالي أستاذ أحمد قلعجي، بناء على هذا القصف الدبلوماسي الذي تابعناه في الرد والرد المضاد اليوم في جلسة مجلس الأمن ما بين الروسي والأمريكي، ومن بين حقيبة دبلوماسية ممتلئة بالأدلة والبراهين والحجج والخطط المستقبلية، ومن بين سلة خاوية ربما إلا من عمليات الابتزاز، اللعب على الوقت والاستثمار بالتنظيمات الإرهابية التي يعاد فعلا اللعب بورقتها من جديد من خلال تعويم بعض التنظيمات، نتحدث عن مرحلة مقبلة ليس من السهل إيجاد نقاط التقاء مشتركة فيها ما بين الطرفين، أو دعني أوسع ذلك أقول ما بين محورين. بالتأكيد هذا هو توصيف الأدق، هناك فهو واسعة، وكلما حاول الأمريكي ردم هذه الهوة وتوصل إلى نقاط تقاطع بغية تعزيز مفهوم الحل السلمي للخلافات الدولية، نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى سابق عهدها وتعود إلى الاستراتيجية الوحيدة التي تؤمن بها، ألا وهي استخدام القوة واستخدام الحلول العسكرية لتنفيذ مآرب جيوستراتيجية تؤمن بها هي وحدها، لا يعني بما لا يمكن السلم والأمن الدوليين. ولذلك نجد بأن هذه الهوة كلما اقتربت من الردم نجد بأنها تزداد اتساعا، لأن هناك ليس هناك إرادة أمريكية يعني بصريح العبارة، ليس هناك إرادة أمريكية أو الإرادة الأمريكية متجهة إلى إطالة أمر الصراع
وإلى تعزيز بؤر التوتر في العالم ككل وليس في المنطقة وحدها أو ليس في الملف السوري فقط. لذلك نجد بأن الإرادة الأمريكية متجهة إلى إحداث أو إنشاء عقبات أو خلق عقبات أمام تنفيذ أي اتفاق مع الروسي. ليس هو هذا الاتفاق الأول الذي يتم إجهاضه، هناك الكثير من الاتفاقات، هناك بعض ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الروسي تم تحريفه وتم العمل بما يخالف منطوقه وروحه، وبالتالي هذا هو السلم الأمريكي. سوف نشهد بالفعل في المرحلة القادمة بأن هذه النقاط التلاقي سوف تضعف أكثر فأكثر، لأن الأمريكي الآن يتعامل مع الملف السوري كأنه الأصيل، يعني بعد أن كان يتعامل بالوكالة مع هذا الملف أو كان له وكلاء لتنفيذ هذه الاستراتيجية في الملف السوري، الآن يظهر بأنه هو الأصيل. لذلك نجد بأن هناك حدة في التصرف الأمريكي، وهذا الأمر الذي دفعها إلى الاعتداء الغاشم على مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور، لأنها وجدت بأن تمرير مثل هذا الاتفاق مع الجانب الروسي بما يخدم مصلحة سوريا كدولة، هذا الأمر سوف يقوض أدواتها في الميدان السوري، وبالتالي عادت مباشرة إلى جوهر الاستراتيجية وهي فرض أمر واقع، بمعنى أنها أرادت أن تقول بأن مسألة التقسيم، وهذا مخالف لما جاء أيضا على لسان جون كيري، يقول بأن مسألة التقسيم هي مسألة أمر واقع، وبأن النفوذ الأمريكي يجب أن نحافظ عليه من شمال حلب وباتجاه دير الزور، وبأن علاقتنا مع تنظيم داعش هي علاقة ثابتة. نعم. حتى لو أن في الإعلام قلنا بأننا نحارب تنظيم داعش، ولكن جوهر هذا الأمر هو أن الحلف التاريخي ما بين الإرهاب وبين الدولة المارقة على القانون الدولي هو حرف ثابت. نعم واضح. دكتور محمد خير العكام، يعني كيري قال قبل بقليل بأنه لا يمكن أن نغض النظر في حال قاتلت المعارضة السورية إلى جانب النصرة. يوم أمس المتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن صعوبة في هذا الفصل ما بين هذه المجموعات وجبهة النصرة. إلى أي حد تعيش الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خلل في إدارة الأمور على الأرض بين أطراف ربما تكون قادرة على عملية الفصل وأطراف لا تريد هذا الفصل وإن كانت قادرة، وأطراف أخرى غير قادرة أساسا لأن البوصلة ليست في يدها بالشكل الذي يجب أن يكون على الأرض؟ تماما. يعني إذن هنا علينا أن نأخذ الإيجابي من تصريح كيري. نعم. قد يكون هذا توجيه لوكلائه الإقليميين. هو محرج مع الروسي، لا يستطيع أن يمرر الوقت إلى ما شاء الله مع الروسي، فلا بد للأطراف للوكلاء الإقليميين الداعمين المباشرين لهؤلاء أن يقوموا بعمل ما لكي لا يحرج الأمريكي أكثر مع الروسي. نعم. إذن أنا بعتبر هذه رسالة لكل من التركي والسعودي. نعم. وللقطري، هذا الجانب الإيجابي. إذا بدنا نطرح بالجانب السلبي لهذا الكلام، نعم الولايات المتحدة الأمريكية لو توفرت لها الإرادة لأن تعمل فصلا بين هذه المكونات الإرهابية، كلها مكونات إرهابية لا تنفصل بالفكر ولا بالتصرفات عن بعضها بعضا. نعم. وهي تعتبر جزء لا يتجزأ. نعم، ولكن أمس يعني أوباما كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة ولا يمكن أن تفرض رؤيتها على الدول الأخرى، فعلا يجب أن نصدق ذلك أم هو كلام للاستهلاك الدبلوماسي والإعلامي وفيه رسائل مررها أوباما من تحت الطاولة إلى هؤلاء الوكلاء الإقليميين؟ لا، عندما يقول أوباما أنها غير قادرة هذا يعني أنها نعم دكتور. دكتور دكتور محمد، إلى أن يعود الصوت من جديد دكتور محمد أعود لك أستاذ أحمد قلعجي وربما أمرر لك نفس السؤال المتعلق بالرسائل كما اعتبرها ضيفي دكتور محمد خير عكام بأنه اليوم كيري أرسل رسائل إلى الوكلاء الإقليميين بعدم إحراج أمريكا أكثر من ذلك أمام الروسي، في حين يوم أمس أوباما قال بأنه لا يمكن فرض رؤية دولتها على الدول الأخرى. لا أعتقد من هذا الكلام من قبيل تبرية الذمة لا أكثر ولا أقل. نعرف جيدا بأن ضابط الإيقاع هو الجانب الأمريكي، هو الذي يوجه وهو الذي يدير قواعد هذه اللعبة بالنسبة لأتباعه في المنطقة. لا يمكن للتركي أن يتحرك ضمن جغرافيا السورية إلا بموافقة الأمريكي. لا يمكن للسعودية أن تنخرط أكثر فأكثر في صراع
الإقليمي وأيضا في العدوان على سوريا ما لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي، وبالتالي الإرادة الأمريكية واضحة في هذا الشأن. الآن تحاول أن تتنصل إلى حد ما من مما يجري، والقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ ليس بالإمكان أكثر مما كان، وأنها لا تستطيع الضغط على حلفائها وعلى أتباعها، ولا أيضا أن الدول لا يمكن، يعني لا يمكن للدول أن تتصرف فوق المشيئة الأمريكية فقط. أنا أعتقد صحيح أن هناك استراتيجية لبعض الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك نقاط تقاطع كبيرة جدا بين هذه الاستراتيجيات وبين الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية. ما يتم على الأرض هو نوع من التكتيك البراغماتي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر ولا أقل، ولكن جوهر هذه الاستراتيجية ثابت. ولذلك نجد بأن لو أرادت بالفعل الضغط على أدواتها وعلى أتباعها في المنطقة لكنا قد توصلنا إلى أمور إيجابية أو نقاط إيجابية يمكن البناء عليها في التعاطي مع الروسي، ولكن أن يتم مثل هذا الحديث. أنا أعتقد بأن ما قاله أوباما هو دليل آخر على الإخفاق الأمريكي وعلى الفشل الأمريكي، وعلى أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد كما كانت تدعي في السابق بأنها هي القطب الأوحد، بأنها تملك زمام الأمور، إذا كان هذا الادعاء صحيح طبعا. إذا لا يمكن اعتبارها بعد الآن كما قلت هي ضابط إيقاع، يعني قلت بالبداية بأن ضابط إيقاع والآن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بضعفها. وهنا السؤال فعلا لك دكتور محمد خير العكام، هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تلك الدولة التي تدعي قوتها العسكرية وقوة استخباراتها، وهذه الاستخبارات على حسب ما قال قبل قليل كيري بأنه خطأ ما تم في دير الزور، هذه الاستخبارات التي تخطأ، هذه يعني الأهداف العسكرية في إصابتها يكون هناك خطأ، دولة غير قادرة على فرض رؤيتها على وكلائها الإقليميين، هل نتحدث بعد الآن عن قوة مهيمنة وقوة عظمى؟ تماما. إذا كان في الزمن السابق من المعروف للعالم أن القوة العظمى الوحيدة الموجودة في العالم والتي تتحكم بمصير العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. تمام. إذا هناك صعود روسي طاغي وحضور روسي طاغي قد أفرغ هذا المحتوى من مضمونه. يعني اليوم توسع النفوذ الروسي واضح على حساب أن وكشف للعالم زيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة عظمى وتستطيع أن تتحكم بمصير كل الدول، والدليل أنها أصبحت هنا عاجز إما أخطأت. يعني من ما هذه الدولة العظيمة التي تخطئ في ضرب وهي لم تخطئ؟ إذا هي اعترفت أنها أخطأت على الأقل فهي عاجزة، وهي اعترفت أنها غير قادرة على الفصل بين الجماعات الإرهابية وغيرها، وهذا وبالتالي هي عاجزة. ولكن في حقيقة الأمر هل هي عاجزة؟ لا هي أخطأت ولا هي عاجزة، ولكن هي بررت لنفسها ذلك، وهذا يؤثر على مكانتها في العالم. وهذا اللي شعر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أن السياسة الروسية تحرج الأمريكي وتصغر في مكانته في العالم عما كان عليه قبل الحضور الروسي السياسي والدبلوماسي والعسكري في سوريا. نعم. أستاذ أحمد قلعجي سؤال أخير لك، إذا هي اعترفت بأنها أخطأت، اعترفت بأنها غير قادرة على الفصل ما بين المجموعات المعتدلة والمتشددة، وبالتالي بررت لنفسها في نهاية المطاف كما قال أستاذ محمد خير العكام، ما الذي نتوقعه إذن بعد الآن من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أن تركن إلى منطق الواقع الذي يفرضه حاليا الميدان يعني ومحمول على أكتاف الجيش العربي السوري وحلفائها، أم ربما تتجاهل هذا الواقع ومعطياته لتذهب إلى مزيد من التصعيد ونكران الواقع؟ يعني لست من المتفائلين بأن يكون هناك انعطاف واضحة في السياسة الأمريكية، وبعض المراهنين الذين يعني يعلقون آمالهم على الاختلاف والتغير في الإدارة الأمريكية بين الجمهوري والديمقراطي ومثل هذه الأمور. أولا لا أعتقد بأن ما جرى هو خطأ أمريكي، أنا أعتقد بأنه جريمة مع سابق الإصرار والتصميم، بدلالة يعني أن خرائط انتشار قوات الجيش العربي السوري هي مع الأمريكي ومنذ فترة أكثر من عام أو عامين، يعني هذا الأمر أشار به وأكده الجانب الروسي، لذلك لا أعتقد بأن هناك خطأ. هل سوف يكون هناك استدارة أمريكية بغية استدراك ما حدث أو كما تعتبره بأن هناك أخطاء سوف تفرض عليها المراجعة الذاتية لسياستها؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق. سوف نشهد بأن هناك مناورات جديدة أمريكية، لأننا إذا تحدثنا عن انعطافة أمريكية سوف نتحدث عن دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى سوف تخرج عن أهدافها. للأسف هي لا تؤمن لا بالحلول السلمية ولا تؤمن بحق الدول
في تقرير مصيرها وحق الشعوب في تقرير مصيرها ولا تعترف بسيادة الدول. ما تعتبره إلى الآن ناجعا هو السياسة الأمريكية والقيم التي تحاول كما قال باراك أوباما، يعني القيم التي تحاول أن تغزو العالم من خلالها، وهو يعتبرها قيم ديمقراطية وأنا أعتبرها قيم إمبريالية استعمارية لا أكثر ولا أقل. نعم. لذلك سوف نشهد تغيرا في الأسلوب ولكن مع بقاء المشهد والأدوات كما هي. نعم، شكرا جزيلا لك المحامي أحمد قلعجي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. وأريد أن نشير إلى الخبر العاجل وهو تجمع المئات من المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك للمطالبة بوقف الحرب الإرهابية على الشعب السوري وتنديدا بالدعم الذي تقدمه بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للمجموعات الإرهابية. الآن وخلال انعقاد إذن جلسة مجلس الأمن في نيويورك المئات يتظاهرون أمام المجلس وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنديد بالدعم المقدم للجمعيات الإرهابية والمطالبة بوقف الحرب الإرهابية على سوريا. الآن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت طارق إبراهيم الخبير بالشؤون الأمريكية. أستاذ طارق أهلا بك. أهلا بكم. إذا أردنا أن نتحدث عن مدى قوة أو هشاشة الموقف الأمريكي الذي بدأ واضحا من خلال كلمة كيري، أي تقييم يمكن أن نقدمه لهذا الموقف؟ يا سيدتي يجب أن ننطلق من ثابتة أساسية أن الدول الكبرى تتعامل بمصالحها وليس فقط يعني بعواطفها أو بمصالح حلفائها. المصالح الأمريكية اليوم قائمة على أساس أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة نفوذ استراتيجية لها وأنها لن تتخلى عنها بسهولة، وحتى لو رضخت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر لمفهوم روسي أو لمفهوم آخر إلا أنها تضع دائما أنها قوة، هذه القوة منافسة لها ولا تستطيع أن تقدم لها تنازلات. من هنا أعتقد يجب فهم الموقف الأمريكي السياسي. الموقف الأمريكي السياسي اليوم لا شك أنه يعيش انعكاس وأزمة صارق. يبدو بأن الصوت غير واضح تماما أستاذ طارق. لمعالجة هذه المشكلة أعود للدكتور محمد خير العكام. دكتور محمد، أعود إلى ما قاله لافروف الذي استند إلى وثائق قوية بالحجة والمنطق والبرهان عندما تحدث عن جند الأقصى، أحرار الشام وغيرها من المجموعات الإرهابية، لكن إلى ما يمكن الركون للدفاع عن هذا الموقف الذي قدمته روسيا وهو بالتأكيد وجهة نظر موحدة مع سوريا وحلفائها للدفاع عن هذا الموقف وحمايته وتحصينه أساسا؟ أولا بدي أذكر أنا بالقرار مجلس الأمن السابق اللي هو 2254 الذي تحدث عن تصنيف الجماعات الإرهابية أو ضرورة تصنيف الجماعات الإرهابية لمعرفة من هو الإرهابي ومن هو الغير إرهابي بسبب ادعاءات أمريكية بأن بعض المجموعات ليس إرهابية. نحن في سوريا نقول كل من حمل السلاح ضد الدولة فهو إرهابي لأنه أدى إلى إيجاد الزعر أو استخدم السلاح أو متمرد على الأقل، ولكن وفق النموذج الأمريكي في التزام وفق القرار 2254 لم تقوم به لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا وكلائها الإقليميين كالأردن التي كانت موكلة. نحن شفنا أنه مبارح الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن عصابات جند الأقصى تعتبرها إرهابية. طيب هذا الفصيل صغير، طيب كيف رأت بأي معيار اعتبرت هذا الفصيل إرهابي ولم تعتبر لا جيش الإسلام ولا أحرار الشام إرهابية ولا تعتبر جماعة نور الدين زنكي إرهابية التي قتلت الطفل عبد الله بالطريقة الشنيعة التي شاهدناها جميعا؟ طيب ما هي المعايير التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي تريد أن تقدم شيء لروسيا فقدمت هذا الفصيل الإرهابي الصغير الغير مؤثر على الأرض. إذا هذا بدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية محرجة وهي شايفة في حضور سياسي وفي حضور ميداني وفي حضور روسي طاغي، وهذا عم يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بأكد يلي قاله يعني الأخ المحلل من بيروت، نعم طارق إبراهيم الولايات المتحدة الأمريكية شرق منطقة الشرق الأوسط هي منطقة نفوذ أمريكية وهي لم تهضم حتى الآن أن هذه العودة وهذا الحضور الروسي إلى منطقة الشرق وهذا التنسيق وهذا الصوت العالي الروسي الذي يحرج الأمريكي ويخرجها تدريجيا من هذه المنطقة أو على الأقل
أن تتفق مع الروسي على تقاسم المصالح في هذه المنطقة، وهي أيضا محرجة لأن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الجيش العربي السوري وبين الروسي، والروسي هو مع قواعد قانون الدولي، وهي المأزومة في هذا الأمر. دكتور محمد، سؤال أخير لك لو سمحت. عندما نتحدث عن القانون 2254 أو القرار 2254 المحمي بقوة القانون، الآن من يحمي مثل هذه القرارات أساسا المصادق عليها من قبل مؤسسات دولية؟ إذا كانت هذه المؤسسات متخذة من مصالح الدول الكبرى أساسا، إذا كان القانون غير قادر على حماية هذه القرارات، إذن نتحدث عن أي قوة حماية لهذه القرارات بعد الآن؟ هي دائما من أولى ودائما نواجه مثل هذا السؤال. هي طبيعة قواعد القانون الدولي، تلتزم يعني تستلزم توافق بين الكبار، ولكن الآن صحيح أنه ما في توافق بين الكبار، صح، يعني بين الروسي والأمريكي، ولكن رغم هذا التوافق عدم التوافق صدر القرار 2254 وصدر القرار 2299 و 21 78 و 70، وكلها داعمة للحق السوري وضرورة مكافحة الإرهاب. إذن وال 2253 مهم جدا بحمل مسؤوليات دولية للدول التي الداعمة للإرهاب. طيب، ولكن هذا سلاح بإيدنا ممكن أن نستخدمه، وهذه لا تسقط بالتقادم، وهذه الجرائم التي ترتكبها هذه الدول لا تسقط بالتقادم. الآن قد يكون هناك الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تضع العصي في العجلات مثل ما بنقول، ولكن إلى متى؟ الولايات المتحدة الأمريكية تجد أن البساط ينسحب من تحتها بقوة الحضور الروسي الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، وتحرج بالمنطق كما يحرج وفد الجمهورية العربية السورية في نيويورك ودكتور بشار الجعفري وما يقدمه بالمنطق والصورة، نحرج الولايات المتحدة الأمريكية ونحن معنا الحق. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تصل إلى وقت لن تستطيع أن تدافع عن هؤلاء ولا عن وجهة نظرها المراوغة ولا عن أدواتها في المنطقة، هؤلاء الإرهابيين في المنطقة. لذلك نحن ذاهبين، وإن بشكل تدريجي تغيرت الصورة كثيرا عما كنا في 2016 و 2014، كنا نحن ندافع عن أنفسنا، اليوم عم تدافع الولايات المتحدة بكل ما أتت من قوة تدافع عن نفسها وعن موقفها، ولكن إلى متى؟ لا أعتقد أنها تستطيع أن تمارس هذا الدور طويلا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد خير العكام، عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. الآن أرحب بضيفي الدكتور حسام الدين خلاصي، رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية، أنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية. أهلا بك دكتور حسام. مساء الخير أستاذ روبا. مساء النور. قلق قبل قليل ضيفي الدكتور عكام بأن اليوم يحرج أمريكا قوة الحضور الدبلوماسي الروسي المدعوم بالمنطقة أساسا، إلى أي حد بدأ الموقف الأمريكي اليوم في أهم مؤسسة من مؤسسات المجتمع الدولي هزيلا، لأنه لا يستند لا إلى قوة المنطق ولا إلى قوة القانون أساسا؟ الولايات المتحدة الأمريكية في كل تدخلاتها لا تعتمد المنطق ولا تعتمد القانون، وأعتقد أنه صيغة الإحراج بمعنى الإحراج أمريكا يعني بصورة ما وقحة لا تتعرض لا لإحراج، وتتابع عدوانها بشكل حتى أنه توقح وقال يعني قمنا بقتل وضرب الجنود السوريين واعتذرنا. يعني هو يعتقد بأنه بهذه اللغة العدوانية يستطيع أن يبرر فيها أيا كان كل فعل يقوم به على الأرض، ليقول كقوة عظمى بأنه يعتذر على العالم أن يرضى. أنا شعرت في كلمة كيري كثيرا من الإرباك وكثيرا من الوجدانيات، هو لم يكن خطابا مشحونا بقوة الفعل الأمريكي النقي. أنا أعتقد أن هناك من ينفخ في أتون الحرب، أمريكا مضغوط عليها كرأس حربة لكي تستمر في تصعيد وفي تبرير العدوان وإعطاء الشرعية للعصابات المسلحة على الأرض، وهذا الدور أعتقد قد مارسته السعودية في عقدها اجتماع سريع مباشر جمعت فيه ممثلي كل الأطراف بما فيها المعارضة الخائنة المتواجدة خارج سوريا. هناك ضخ باتجاه الحرب، يعني هناك خطة تمضي، والأمريكان رغم كل الإحراج متورطون، يعني متورطون في الحرب ومتورطون في الدفاع عن موقفهم.
هي غلطة، لكن لا 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 أستبعد، أنا من وجهة نظري الشخصية لا أستبعد الصدام المباشر، لأن الأمور كما ذكر الدكتور عكام كلمة مهمة اختلفت كثيرا عما هو الحال عليه منذ شهرين. نعم أستاذ طارق إبراهيم، عدت إلينا من جديد، أرحب بك على هواء الإخبارية السورية. ربما أعود قليلا لما كنت تتحدث عن اليوم، الصورة التي بدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال على الأقل تصريحات كيري، وكما قال ضيوفي هي بررت لنفسها هذا الخطأ الذي اعترفت به سواء كان مقصود أو غير مقصود، كل ذلك هل أراد أن يرسل رسالة كيري بأن هناك انعطافة فعلا مقبلة بالسياسة الأمريكية، أم هي مزيد من المناورات وخبث السياسة الأمريكية التي لا يمكن أن تسقطها سواء في حالات القوة أو في حالات الضعف؟ يا سيدتي، يعني الأمريكي يستخدم سياسة كلاسيكية هي يعني فن الممكن. نعم. هذه المسألة نراها دائما في كل المفاوضات الأمريكية مع دول أخرى، دول إقليمية أو دول منافسة لها. اليوم الأمريكي يجب أن ننظر له كما قلت من منظار مصالحه الاستراتيجية في المنطقة، لا من منظار أنه يكون بتكتيكات خاطئة أو غير خاطئة. هو رسم خارطة في المنطقة قائمة منذ سنوات على الفوضى، أي الفوضى التي يعني نحن نشهدها في كل المنطقة العربية وتحديدا في العراق، سوريا، ليبيا، لبنان، كل هذه المناطق هي جزء من استراتيجية ورؤية أمريكية لا يمكن أن تتركها أمريكا لخصمها الروسي. هذا الخصم الذي جاء مستندا إلى علاقات قوية في المنطقة مع إيران، مع سوريا، مع المقاومة، ربما مع أطراف أخرى قد تبرز مجددا، جاء معتمدا على القلق الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة في ظل الحديث عن انسحابات تدريجية باتجاه مناطق أخرى. جاء الروسي مستندا إلى قوة المقاومة اللبنانية وإلى الأزمة التاريخية عند العدو الإسرائيلي. الروسي كرس هذا الحضور في الوقت الذي يعيش الأمريكي قلقا واضحا. من هنا أعتقد أن الخطاب الأمريكي هو جزء من هذا القلق. هذا لا يعني أنه لا يمتلك رؤية سياسية تجعله قادر على اللعب أو على اللعب على التناقضات. هو اليوم يمتلك الكثير من مقومات القوة. الأمريكي ما زال يمتلك القدرات الاقتصادية والعسكرية والعلاقات، وهو أعتقد وهو لذلك لا يهتم للأمم المتحدة والقرارات الدولية. كل هم الأمريكي أنه أمام معادلات جديدة، هذه المعادلات يجب أن يحسبها جيدا. نعم. هو عندما يقيم هدنة مع الروسي في سوريا، هذه الهدنة ليست نصرا له، في الواقع هذه هزيمة لسياسته التي اعتمدها منذ الشهر الأول من أزمة سوريا، منذ أكثر من 5 سنوات على إسقاط النظام السوري. كما يعني راهن الأمريكي على ربح كل أوراق العراق وعلى كل أوراق مصر وعلى كل أوراق في لبنان، لكنه فشل وعانى كثير من نكسات دبلوماسية وسياسية. اليوم كما قال أصدقاؤنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه بشكل مباشر خصومها السياسيين على الأرض في سوريا، في لبنان، في العراق، في ليبيا، في اليمن، تواجههم على الأرض على أساس أن حلفائها لم يستطيعوا أن يقوا بتعهداتهم لها لتغيير المنطقة وتغيير الأنظمة. على انطلاقا من هذا يجب أن نستوعب جدا أن الإرباك الأمريكي ناتج عن عدم وضوح رؤية في كيفية المواجهة، عن مشاكله الداخلية حاليا وهو يعيش مرحلة الانتخابات، لا عن يعني لا انطلاقا من أنه يعني يكذب ويدجل، أنه يحاول الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية وعن مصالح حلفائه وتحديداً العدو الإسرائيلي. نعم، وهنا سؤالي ونقطة جداً مهمة سلطت الضوء عليها أستاذ طارق، سؤالي لك دكتور حسام الدين خلاصي، عدم وضوح الرؤية الأمريكية هل لأنها تعيش الآن لحظة اللا قرار أساساً في ظل الاقتراب من الانتخابات، في ظل عدم مركزية القرار، في ظل التصادم ما بين مؤسسات أساسية، المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية على رأسها البنتاغون كما بدأ مؤخرا من المؤشرات التي ظهرت على الأقل في الحرب على سوريا؟
لا، نحن بوضوح الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه سياساتها الخارجية يعني ليست منوطة بالتبدلات التي تحصل أثناء عملية الانتخابات، هي ذات نهج مستمر دائم، المرشحين بشكل متكرر من الطرفين يؤكدون على دعمهم للكيان الصهيوني، أي يعني دعم مخططات هذا الكيان، وما يجري في المنطقة هو مخطط الكيان الصهيوني عبر الحلفاء، دول الراعية للإرهاب، تركيا، قطر، السعودية ومن شابههم. إذن هم مستمرون في هذه الطريقة حتى الآن في ميزان الخسارة الاقتصادية والعسكرية. أمريكا لم تخسر، بل حلفائها على الأرض هم الذين يخسرون. في المدى البعيد هي يجب أن حلفائها الذين يخسرون، ولكن هذا خسارة أيضا من قوة الحضور الأمريكي عندما يخسر حلفائها أو من تتكئ عليهم لتنفيذ سياستها أو استراتيجيتها في المنطقة، ليس كذلك دكتور؟ كلامك صحيح. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة شديدة تستطيع أن تبحث عن حلفاء جدد وأن تتقلب في المواقف لكي تصل إلى صيغ تفاهم بعد أن تيأس تماما من قدرة حكام الخليج أو التركي أو القطر إلى آخره. لكن حلفاء جدد بأي منطق يعني، أو ما الذي تقصده بذلك إذا كان فعلا العالم مقسم اليوم ما بين تقريبا معسكرين، من أين ستبحث أو أين ستبحث عن حلفاء جدد دكتور حسام؟ يعني قادة للمشروع، قادة جدد يعني بسهولة شديدة يمكن أن تركب قيادات جديدة تكون أكثر عنفا أو أكثر سلمية بشرط ألا تصيب الخسارة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل من الأشكال. ويمكن أن تستثمر في موضوع داعش في القارة الأفريقية، يعني هذا من أحد المشاريع المهمة التي بنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية حصصها بالتفاهم مع بريطانيا العظمى. هذا في طيات الاتفاق، هذا في شيطنة المنطقة بمشروع داعش. لذلك الآن في سوريا أو في منطقتنا بالتحديد ما زال الحلم الصهيوني مستمرا، وفي زعامته يكون أردوغان. يعني اليوم عسكريا، يعني لن أتحدث في الشأن العسكري لست خبيرا، لكن من الواضح تماما أن مسارعة الجيش العربي السوري والحلفاء لضرب القوى الإرهابية المنتشرة جنوب حلب وفي شمال حماة وفي الأطراف الغربية لمحافظة إدلب ينبئنا بأن الضرب هذا يمهد لحشود عسكرية صديقة وسورية تتوضع شمال حلب، لأنه من غير المنطقي أن نشاهد كتائب أو عصابات الجيش الحر المتجمعة بكثافة شديدة وبتسليح شديد، واليوم لوح الأتراك بإمكانية دخول المشاة الأتراك، يعني بمعنى أنه في إمكانية يكون لهم مساهمة. هذه الحشود في الشمال من أجل ماذا؟ هل هي فقط من أجل داعش؟ ما شاهدنا كلياتنا هروب داعش أو خروج داعش بالريموت كنترول. إذن هذه المجاميع تعد لخطة أخرى يستهدف منها شمال حلب والجبهة الشمالية لغزو مدينة حلب. هذا يلعب على المكشوف، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل هذه المناورات أن تكسب الوقت لمزيد من التحشيد العسكري، والأطراف الإرهابية لم تخبئ نواياها، وكذلك فرح الروس بأن القوى الإرهابية تحشد شمال وجنوب وغرب حلب. ولذلك سؤال أستاذ طارق إبراهيم، يعني عندما تقول الولايات المتحدة بأنها غير ربما قادرة أو لا يوجد هناك إمكانية لفصل جبهة النصرة عن المجموعات الأخرى، هل يمكن أن نفهم بأن ذلك قد يكون حاجة فعلا أمريكية عدم هذا الفصل، لأنه جبهة النصرة هي العمود الفقري ربما للمجموعات المسلحة الأخرى، وبالقضاء عليها ربما تقسم ظهر هذه المجموعات التي تتكئ عليها أمريكا حاليا ومن خلالها تريد أن تستعيد التجربة الأفغانية لاعتبارات كثيرة، ومنها مثلا استنزاف موسكو أو الوصول إلى مصير كما حصل في أفغانستان آنذاك مع الاتحاد السوفيتي. من الطبيعي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع جبهة النصرة على أنها أساس ميداني وعسكري في مجابهة المشروع الروسي وفي مجابهة النظام في سوريا والمقاومة. ومن الطبيعي جدا أن تفتكر أو أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية
نحو هذه الجماعات التي لها علاقة وثيقة معها وتعرف كيف تديرها وتعرف ميكانيزما وآلية العمل معها الأمني والعسكري والاستخباراتي والإعلامي انطلاقا من تجربة أفغانستان. يا سيدي الولايات المتحدة الأمريكية لا تقاتل من أجل تفاصيل صغيرة، كما قلت أنها تقاتل من أجل إرساء معادلات. نعم. جزء من هذه المعادلات يا سيدتي أنها عندما كانت تتحكم بالوضع في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات من القرن الماضي، لم تكن تتصور أنه بعد 10 أو بعد 12 عام من سياسة السيطرة الأمريكية ومن سقوط أنظمة منافسة كليا لأمريكا أن ترى الأسطول الروسي على السواحل السورية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الساحل السوري هاجز لها بضمن البحرية السورية، فكيف اليوم الأسطول الحربي الروسي متواجد على الساحل السوري ويحاذي الساحل اللبناني وله علاقة بالسواحل المصرية الفلسطينية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ هذا بعين الاعتبار، كما تأخذ بعين الاعتبار قوة التحالف العسكري السياسي الاستراتيجي الاقتصادي القائم حاليا على مثلث سوريا إيران روسيا. وإن كان هناك تناقضات أحيانا في المواقف العامة، إلا أن واشنطن تعتبر أنه مجرد قيام هذا التحالف هو تحدي لمصالح استراتيجية. أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت عامل أساس قوة أساسية وهي القوة الإسرائيلية التي كانت تهيمن على المنطقة وتقوم بدور الشرط المباشر. إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وقعت الاتفاق مع إيران لم تستطع أبدا أن تكبح جماح إيران في ظل هذه الفوضى العارمة في المنطقة التي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي اليوم تحصد نتائجها. يا سيدتي يجب أن نقف ماذا يحصل عندما ما يحصل في اليمن. هذا القلق الأمريكي كما قلت. نعم. هذا القلق سريعا لو سمحت. هذا القلق الأمريكي إضافة إلى عدم وضوح الرؤية الكاملة في كيفية التعاطي مع كل هذه الملفات يضفي على السياسة الأمريكية يعني نفس انتهازي ونفس يعني فيه الكثير من الإرباك كما يحصل اليوم في سوريا. هذا واضح، وعن الإرباك سأتحدث هنا، ولكن أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة الإخبارية الآن. وبحسب وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن طائرة بدون طيار بقيادة التحالف الأمريكي تحلق فوق منطقة استهداف أو حلقت فوق منطقة استهداف قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب. إذن أنوه إلى هذا الخبر العاجل حسب وزارة الدفاع الروسية التي أشارت إلى تحليق طائرة من دون طيار بقيادة التحالف الأمريكي فوق المنطقة التي تم فيها استهداف قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب، وهي المنطقة التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية مسلحة. هنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق إبراهيم الخبير بالشؤون الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. وأرحب بضيفي أيضا عبر الهاتف لكن من دمشق، الدكتور سليم بركات أستاذ الفكر السياسي بجامعة دمشق. دكتور سليم أهلا بك. ضيفي قبل قليل كان يتحدث عن حالة الإرباك الأمريكي، اليوم وكأننا فعلا أمام حالة تثبيت الإرباك الأمريكي سياسيا وحتى عسكريا كما بدأ وحتى داخليا أيضا. هذه المساحة كم تمنح الروسي وحلفائه حرية التحرك لمجال استثمار هذا الإرباك سياسيا ودبلوماسيا وكذلك عسكريا، ليس فقط في الملف السوري وغيرها من الملفات الأخرى المفتوحة ما بين الروسي والأمريكي؟ نعم، أولا لم يعد هنالك من وقت كافي للإدارة الأمريكية حتى تحل أي مشكلة في المنطقة، لأن الإدارة الأمريكية أصبحت في خواتيمها في هذا الإطار، ولذلك لم تعد تملك الآن سوى المناورة. والولايات والإدارة الأمريكية الآن تمارس هذه المناورة وتطيل الأزمة وتقع تحت ضغط حلفائها السعودية وقطر وتركيا. يعني أنا أستطيع أن أقول ما تبقى من
أيام الإدارة الأمريكية من إدارة أوباما ليس سوى وسيلة للسعودية وقطر من أجل التصعيد في هذه المنطقة. ولذلك يجب أن نخرج من أذهاننا أي تفكير إطلاقا في أن هنالك حلول سياسية موجودة في المنطقة، هنالك عمل ميداني تماما. وروسيا تدرك هذه الحقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه حتى الآن لم تجيب الإدارة الأمريكية إطلاقا ولا بأي شكل من الأشكال عن السؤال الذي وجهته إليها روسيا، وهي الفصل بين المجموعات المعتدلة والمجموعات الإرهابية. من لا يعلم في هذا العالم أن جبهة النصرة مثلا للسعودية، والسعودية تحاول بشكل أو بآخر في أن تزيلها عن قائمة الإرهاب وعن قرار مجلس الأمن، ولا تنسى المباشرة التي تتبع لها جبهة النصرة أيضا لقطر، وأيضا اعتمادها من قبل قطر. دكتور سليم بركات. نعم نعم نعم، من قبل قطر والسعودية وتركيا أيضا وكل هؤلاء الحلفاء تماما. الآن هم يضغطون، يعني هم يعني بشكل أو بآخر، على سبيل المثال عندما تقدم الجيش العربي السوري باتجاه في حلب تماما، ليش عندما دخلت المجموعات الإرهابية إلى مدارس هناك في القوات المسلحة طلبوا إذنا، وعندما تقدم الجيش السوري طلبوا إذنا وعندما استطاعوا تماما أن يؤثروا لم يكن هنالك إذنا. الآن المراهنة على الميدان، وسيكون هنالك تصعيد، وعندما تستجيب سوريا وروسيا إلى قرارات الهدنة وإلى هذه المسائل جميعا، فمن أجل إحراج أمريكا وكشف الأوراق الأمريكية على إطلاق نعم واضح. دكتور سليم أيضا في استكمال لو سمحت، تبقى تناور، وهنالك فرق كبير بين الموقف الروسي فعلا الذي يعمل في إطار الشرعية الدولية وفي إطار القوانين الدولية وفي إطار أيضا مكافحة الإرهاب بكل من معنى، ويقف إلى جانب الجيش. نعم نعم واضح دكتور سليم في هذا الإطار، وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تناور من أجل الأزمة وإطالة الأزمة واضح. من أجل أن تمكن حلفائها من تحقيق أي تقدم في العمل. واضح واضح. وأيضا دكتور سليم لو سمحت تبقى معي أيضا لنستكمل الخبر العاجل الذي ذكرناه قبل قليل من مصدر في وزارة الدفاع الروسية، التي أشارت إلى أن هناك طائرة من دون طيار كانت قد حلقت فوق منطقة استهداف القافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب، واستكملت هذا الخبر لتقول بأن هذه الطائرة من دون طيار قادرة على تنفيذ ضربات جوية. وهنا سؤالي لك دكتور حسام الدين خلاصي، يعني في هذه الرسالة كلام كثير أرادت أن تقوله وزارة الدفاع، وكأنها رمت الكرة الآن بملعب الإدارة الأمريكية وملعب التحالف الأمريكي عندما قالت بأن هذه الطائرة من دون طيار قادرة على تنفيذ ضربات جوية. إذا ما بالضبط ماذا أرادت أن توصل رسالة؟ لا، إذا أردنا ترتيب الأحداث كما سمعناها في وسائل الإعلام، سبوتنيك قالت بأن صواريخ كاليبر التي انطلقت من السفينة الروسية ضربت غرفة عمليات تحتوي ضباط متعددي جنسيات ومن بينهم الموساد. لم تحدد التاريخ، بل ألمحت أن هذه العملية كانت قد تمت، بما معناه أنها حصلت مسبقا، ولربما الرد الفعل الأمريكي كان بما فعلوه في دير الزور. اليوم عندما يريد الأمريكان التنصل من هذه المسؤولية قدموا اعتذارهم كالعادة، في اعتبار أنهم قوة عظمى يقبل اعتذارها بدون أن توجه لها لائمة. واليوم عندما لمح سيرجي لافروف في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن هناك حقائق ستنشر، هذا الكلام لم يفهمه كيري. الواضح تماما أنه يقع تحت الضغط اللوبي الصهيوني السعودي بشكل واضح جلي تماما، لم تصله رسالة لافروف. هناك معلومات أكيدة حتما لدى القوات الروسية
بأن من قام بهذه الضربة ليس هو الروسي أو السوري، وهذا عندما يقولونه نحن تعودنا على صدق التصرف وصدق التصريح. إذا في هذا التصريح الآن لوزارة الدفاع رسالة أو تصل إلى نصف الطريق بأنكم أنتم من ضربتم هذه القافلة وتظنون بأن السماء غير مراقبة. لنتذكر تماما بأن التصريحات عندما تخرج من الجانب الروسي تخرج باسم القوى الفضائية الجوية الروسية، كل شيء مراقب، كل شيء تحت الدراسة، كل خطأ يحتسب وكل تصرف يحتسب. إذن في هذا نصف تلميح إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنكم أنتم ربما بعد قليل ستقدمون اعتذارا كما قدمتموه للشعب السوري بأنكم قصفتم هذه القافلة، قافلة المساعدات الإنسانية. يعني لم يفهموا من الفيلم الأول، إذن سيكون هناك فيلم ثاني. الولايات المتحدة الأمريكية إرباكها أنا برأيي ليس ناتجا عن ضعف، يعني لا أسميه ضعف لأنه هي دولة عظمى بكل الأحوال، لكن إرباكها ناتج على أنها واقعة تحت الضغط الشديد من اللوبي الصهيوني السعودي الذي يريد أن يذهب بهذا المخطط إلى آخر مداه، لأنهم بدأوا يشعرون بالخسارة الفادحة أمام انتصارات الجيش العربي السوري، وأن مستقبل هذا المخطط في المنطقة وهذا الملف سيقفل إلى غير رجعة. الانتصار سيكون كبيرا وكبيرا جدا، لكن هذا الانتصار يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى قطع رؤوس الأفاعي المتواجدة في المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسام الدين خلاصي رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية، كنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية. والآن معي ضيفي الدكتور نبيل رشوان الخبير بالشؤون الإقليمية والروسية معنا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. اليوم استمعنا إلى سجالات كبيرة ربما لم تبدأ منذ هذه اللحظة إنما منذ فترة وتصاعدت منذ يعني إسقاط وعدم نجاح خطة وقف إطلاق النار والأعمال القتالية على ما جاء إليه الاتفاق الأمريكي الروسي. إذن هل يمكن أن نتحدث عن مصير أيضا سقوط لهذا الاتفاق ككل وليس سقوط الاتفاق على الهدنة يعني أساساً التي لم تنجح؟ ما مصير الاتفاق؟ هو بلا شك طبعاً في قبل كده اتفاق هدنة في شهر فبراير شباط فشل برضه بسبب لأن الولايات المتحدة لا تريد الاعتراف بأن النصرة طبعاً هي داعش أو تنظيم الدولة معترفة بأنه منظمة إرهابية رغم أنه هو صنيعها ما فيش شك في هذا وباعتراف الأمريكيين نفسهم وباعتراف هيلاري كلينتون نفسها. فيما يتعلق بالنصرة اللي غيرت اسمها وبدأ باين يسمون أنفسهم بالمعارضة المعتدلة والمعارضة، ما فيش حاجة اسمها معارضة معتدلة شايلة سلاح، يعني لازم يبقى في مفهوم معارضة. يعني ايه؟ ايه يعني واحد ماسك لي سلاح ويقول لي ده معارضة معتدلة؟ إذا كان عايز يموتني إيه الاعتدال اللي فيه؟ وإزاي معارضة؟ إزاي هو معارض ليا؟ ده مش معارض ليا، ده قاتل ليا. أنا مش فاهم يعني هو كل من يحارب في سوريا هو إرهابي. أنا ده تقدير أنا ورأيي الشخصي. بما فيهم حتى هؤلاء الذين يجلسون في تركيا ويحرضون الآخرين على القتال وعلى هدم المدن وعلى قتل الأبرياء وقتل المواطنين ومنع الأطفال من دخول المدارس. ده شغل عصابات، شغل ناس مش والولايات المتحده لا تريد الاعتراف بان النصره جاب تنظيم ارهابي. انا هذه برضه مش داخله يعني نعم دكتور. على الاطلاق. نعم دكتور نبيل، ابقى معي لو سمحت وسؤالي لك لضيفي معنا دكتور سليم بركات. دكتور سليم، اذا كنا نوصف موقف وموقع الولايات المتحده الامريكيه على هذه الشاكله بانها واقعه حاليا تحت ضغط حلفائها الاقليميين على الاقل، تعيش حاله من الارباك وتثبت هذه الحاله من خلال سياساتها، تعيش حاله من ربما صراع الاجنحه ما بين السياسيه والعسكريه في الداخل على ايقاع ايضا المصالح الاقتصاديه او المجمع العسكري الاقتصادي وكذلك على ايقاع الانتخابات، هل يمكن اذا ان يعني ننتظر من الاداره الحاليه ان تتوصل مع حلفاء سوريا الى تفاهمات كبرى على ملفات معقده مثل ملف
أنا لا أعتقد ذلك، أن لدى هذه الإدارة إطلاقا أي فرصة لحل المشاكل الخطرة والمتعلقة في المنطقة، هي تناور ليس أكثر من ذلك. فالانتخابات الأمريكية على الأبواب، والترحيل يكون إلى عند القادم إلى البيت الأبيض. الإدارة الأمريكية الآن ستبقى تناور في هذا الإطار، وستبقى تلعب الأدوار وتدير الأزمة على أساس إنها مسالمة، وتعمل في إطار اتجاهات حلول سياسية وإلى ما هنالك. ولكن باعتقادي أنها لا تملك كل هذه الأمور، ولا تستطيع إطلاقا إلا أن تتستر على خواتمها تماما، وترحل كل هذه المشاكل إلى الأمام. ولذلك يجب أن لا نعول إطلاقا على أي موقف أمريكي، لا بالعكس، أن عملاء أمريكا، يعني عملاء أمريكا في المنطقة، هم الذين الآن يصعدون، وهم الذين يحاولون زج الإدارة الأمريكية تماما اتجاه عسكري تماما فيما يجري يعني على الأرض السورية. نعم، واضح دكتور سليم. يعني عندما نقول إن روسيا ترصد هذه المسألة، هي تنبه الإدارة الأمريكية تماما في أن لا تفعل كما فعلت في دير الزور وقصفت القوات المسلحة. فيمكن هذه الطائرة تماما، وهنالك الكثير من الطائرات التي تشارك الطائرات الأمريكية في الأجواء السورية، من السعودية ومن غير سعودية، ويعني طائرات التحالف، يمكن أن تفعل شيئا أيضا لتتهم أيضا سوريا بقصف القوافل المساعدات الإنسانية وإلى ما هنالك. نعم، على كل حال هذا ما كنت أريد أن أشير إليه. هنا سؤال لك دكتور نبيل رشوان معنا من القاهرة، يعني وكأنه يعني أحداث دراماتيكية متسارعة حسب ما جاء من مصدر لوزارة الدفاع، التي قالت بأن طائرة من دون طيار، أعيد أذكر، حلقت فوق طريق القافلة المساعدات الإنسانية التي استهدافها في ريف حلب. هذه الطائرة قادرة على أن تقوم بعمليات القصف، وأيضا أضافت وزارة الدفاع بأن قصف الحافلة الإنسانية بحلب هدفه يعني صرف الانتباه عن حادثة استهداف الجيش العربي السوري في دير الزور. وسؤالي هنا، هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية كانت بحاجة إلى حدث دراماتيكي فعلا لصرف الانتباه عن هذا ما سمته خطأ غير مقصود باستهداف مواقع الجيش العربي السوري في محيط جبل الثردة بالدير؟ دكتور نبيل لك السؤال. أنا لا أصدق خطأ غير مقصود. فالمواقع التنظيمات الإرهابية يتم التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا. ومن المفترض أن تكون هناك خريطة بهذه المواقع. وبالتالي مواقع الجيش العربي السوري كانت معروفة للولايات المتحدة، ومعروفة أيضا للطيران الروسي. يعني أنا أتصور مسألة تعمد هنا واضحة جدا. مسألة أنه طائرة بدون طيار، الطائرة بدون طيار التي تحمل صواريخ هي طائرات أمريكية فقط، بقية الدول المحترمة تستخدم هذه الطائرات للتصوير، لمسائل، حتى للنقل التلفزيوني. أما الولايات المتحدة هي أول من استخدم الطائرة بدون طيار للقصف في أفغانستان وفي باكستان وفي غيرها من الدول. أنا أتصور أن الولايات المتحدة بهذا الشكل بقصف قافلة معونات إنسانية، هي بلا شك تريد ربما التغطية على ما قامت به، على الخطأ الجسيم الذي قامت به، وقصف الجيش العربي السوري. وكانت لذلك بحاجة إلى يعني حدث دراماتيكي. وربما كثير وزارة الدفاع قالت ولو بشكل غير مباشر بأن هذه الطائرة هي من قصفت هذه القافلة بمساعدة التنظيمات الإرهابية التي كانت متواجدة في المنطقة التي دخلت فيها هذه القافلة، أليس كذلك؟ نعم نعم، هو هذا بالتأكيد. وأنا أنهم لا يريدون دخول مساعدات إنسانية إلى حلب، والولايات المتحدة لا تريد ولا ترغب ليس لديها حتى مجرد النية في لإنهاء الوضع المتأزم في سوريا، أو القضاء على التنظيمات الإرهابية،
لأن هذا يصب في صالحها، في حين أن روسيا تدرك تماما أن هذه التنظيمات الإرهابية ليس بعيدا عنها، هي من الحدود الروسية مجرد 600 كيلو متر فقط، وبالتالي روسيا لديها الجدية ولديها الرغبة الأكيدة في القضاء على هذه التنظيمات، في حين أن الولايات المتحدة يعني جغرافيا لا يرتبط بها، وحتى السعودية وغيرها لا، هذا لا يؤثر في الولايات المتحدة كثيرا، بدليل أن السعودية متورطة حاليا في اليمن، والولايات المتحدة سحبت خبرائها الذين يساعدون القوات السعودية في اليمن، والولايات المتحدة كما قلت لكم قبل ذلك تريد الذهاب من هذه المنطقة، تريد أن تواجه الصين في جنوب شرق آسيا، لكنها في نفس الوقت لا تريد أن تترك هذه المنطقة في هدوء، ولا تريد أن تنعم المنطقة العربية ككل حتى بأي هدوء من الممكن، حتى لا تأتي دول أخرى منافسة لها في الوقت الحالي، سواء الصين أو روسيا، لهذه المنطقة تستثمر فيها أو دكتور علاقات جيدة. نعم، وسؤالي لك دكتور سليم بركات، إلى أي حد بعيدا عن كل ذلك الإدارة الأمريكية حاليا تعيش ما بين حدي، يعني التقاط اللحظة ما بين المعطى السياسي وما تعيشه من إرباك، والمعطى العسكري والجناح العسكري الصقوري المتشدد جدا لناحية عدم التسليم بأي اتفاق يمكن أن يوفر قوة ومزيد من القوة للروسي على الأرض، ليس فقط في سوريا وإنما في إدارة الملفات الأخرى على مستوى كثير من النقاط على مستوى العالم أساسا. نعم، وهذا بالضبط يعني ما منع الولايات المتحدة الأمريكية في أن تعرض الاتفاق الروسي الأمريكي على مجلس الأمن، لأنها لا ترغب في أن تعترف في أي دور لروسيا في مجلس الأمن، ولا تعتبر يعني هي تريد روسيا في إطار التبعية، ولا تريد روسيا في إطار صاحبة القرار، يعني هي لا يعني لا تفرط في القرار، تعطي الانطباع بأنها هي المهيمنة في هذا العالم، وهي بشكل أو بآخر مزعوجة من تصاعد الدور الروسي في المنطقة وعلى مستوى العالم، لأن هذا الدور هو الدور الحقيقي والدور الذي تنتظره الشعوب منذ زمن طويل للتخلص من هذه الهيمنة الأمريكية، وهذا الأمر هو الذي يجري عليه الآن صراع في ضمن الولايات المتحدة الأمريكية ما بين وزارة الخارجية وما بين البنتاغون تماما حول هذا الدور، هم لا يرغبون ولا بأي شكل من الأشكال إعطاء أي دور لروسيا، علما أنهم يقولون دائما وباستمرار أن المسائل في سوريا روسيا يعني يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في هذا الإطار، وهذا لا يشكل سوى وسيلة ضغط، يمكن يعني يتصورون بأنهم يستطيعون تماما في أن يعني في أن تضغط روسيا على سوريا في هذا الإطار من أجل أن يستغلوه تماما، فإذا ويرغبون في هذه الفترة أن يحملوا سوريا تماما المسؤولية، لأن لهم غاية في هذا الإطار، ولذلك تلاحظين تماما يعني تصريحات التي جرت في الأمم المتحدة في جلسة الجمعية العامة في مجموعة دعم سوريا، كل هذه المسائل تشير إلى نقطة أساسية معينة هي مصادرة إرادة الشعب العربي السوري تماما في أن يقرر شؤونه بنفسه، وكل هذه المسائل وسائل معينة لأنهم منزعجين تماما من هذا الموقف ومن الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة السورية على الأرض، وأنا باعتقادي تماما أنه لا يوجد الآن أي تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع حلفائها إلا إذا كان هنالك انتصار على الأرض وانتصار ساحق. الشعب العربي السوري أصلاً لم يكن مرتاحاً لهذه الهدنة التي يمكن أن تكون قد حدثت وفشلت وهي فاشلة، ومن يحاول أن يحييها فلا بد أن يبوء بالفشل. طيب واضح دكتور سليم، لو سمحت أبقى معي لو سمحت حتى لا تأخر على ضيوفي، وهنا أنتقل للدكتور نبيل رشوان. دكتور نبيل،
قبل قليل أيضا كان كلمة هناك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال كل من يراهن على دور للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا فهو واهم. وأيضا في ذلك رسائل سياسية لكثير من حلفاء مصر في دول الخليج بالتحديد، واليوم يحكى عن تقارب مصري تركي وخاصة بعد لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب أي دور يجب أن تلعبه مصر وهي غير قادرة أو غير راغبة بلعبه على مستوى ربما تمهيد للحل السياسي في سوريا مع حلفائها الخليجيين؟ لا طبعا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا محق فيما قال بالتأكيد، يعني لأنه إحنا نعاني أيضا من الإرهاب هنا في مصر، عندنا في شمال سيناء وعندنا أحيانا بعض العمليات الإرهابية هنا في داخل مصر، هي صغيرة وضعيفة ومن الممكن ما لا تذكر، ولكنها في نفس الوقت هي عمليات إرهابية في نهاية الأمر. أتصور أن الدور المصري اقتصر بالتأكيد على السياسة فقط، بمعنى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو يتحدث عن الإرهاب لأننا نعاني من الإرهاب أيضا في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي مصمم على حل سياسي أيضا في سوريا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر ويؤكد دائما على وحدة الأراضي السورية، بحيث أن هذه الأزمة لا تنتهي لا قدر الله بأن يعني يحدث هناك نوع من التقسيم للأراضي السورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعترف بالقيادة الشرعية الموجودة برئاسة الرئيس بشار الأسد، يعني ليس هناك مشاكل. ربما الجوانب الاقتصادية هي التي ربما جعلت القيادة المصرية تحجم بعض الشيء عن تقديم الدعم. نعم، ولكن دكتور نبيل إذا أردنا نتحدث عن ارتهان حاليا السياسة المصرية لقوة الدعم الاقتصادي التي تمنحها لها دول الخليج، نحن نتحدث عن آخر التقارير الاقتصادية العالمية التي صدرت مؤخرا تتحدث عن عجوزات الاقتصادات الخليجية وعلى رأسها السعودية، وتطالبها بمزيد من التقشف وتقديم المزيد من الضرائب. إذا ماذا الذي تراهن عليه مصر حاليا بالنسبة للدعم الاقتصادي لدول الخليج سيكون في الفترة المقبلة رهان مكسور الأجنحة أساسا؟ يا سيدتي نحن لا نراهن على دعم من دول الخليج. مصر حصلت على معونات من دول، حصلت على مساعدات، توقفت هذه المساعدات. حاليا مصر تعتمد على نفسها فقط، نحن لا نراهن على مساعدات من دول الخليج، ومصر لن تركع أمام دول الخليج صدقيني. دول الخليج تحتاج إلى مصر كقوة موجودة كبيرة لاحتمالية مواجهة إيران، لكن نحن لا نلعب مع دول الخليج فيما يتعلق بالأزمة السورية، ولا نؤيد موقف دول الخليج من الأزمة السورية حتى في الوقت الحالي. يعني هذا كلام، مصر يعني لن تترك سوريا لحساب دول الخليج صدقيني. العلاقات بين مصر وسوريا أقوى بكثير جدا وتاريخية أعمق بكثير جدا. على الأقل بيننا وبين سوريا لم تحدث تلاسنات حتى كلامية على مدى التاريخ، ربما إلا بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد، واحنا كنا ونحن كنا دولة واحدة، وكان الجيش الأول موجود في الجمهورية العربية المتحدة كان موجود في سوريا. نحن وسوريا ودمشق هي من قالت هنا القاهرة من دمشق. نعم دكتور نبيل، دول الخليج لم تقدم لنا شيئا. نعم، انا ارجو انك انتم تتفهموا هذا الموضوع. والرئيس عبد الفتاح السيسي، انا باكد لك على حاجه في ذاكرته، هذا الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس شابا تماما، يعني عنده 23 سنه لا يذكر هذا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا عنده 60 سنه ويذكر 56 ويذكر هذه الاحداث ويدرك التاريخ جيدا. نعم، وبالتالي دكتور نبيل، نعم واضح. نعم دكتور نبيل رشوان، التاريخ بلا شك ما بين سوريا ومصر، إذن لن يغفر لأي إدارة سياسية مصرية لا يكون موقفها واضح. وضوح الشمس لا يحتمل التأويل أو يحتمل قراءات متعددة الأوجه، خاصة وسوريا تتعرض لأشرس حرب حاليا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نبيل رشوان الخبير بالشؤون الإقليمية والرسوية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أرحب بضيفي الآن من بيروت الدكتور عبدو اللقيس الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عبدو.
اهلا وسهلا بك. نعم، في ظل الحديث عن الصراع العالمي وفق معايير لم يشهدها التاريخ من قبل، عن اي نوع من العلاقات الدوليه الان نتحدث، خاصه بين قطبين الاساسيين الروسي والامريكي؟ اولا يعني اذا اردنا ان نتحدث يعني اليوم عن مسير حركه العلاقات الدوليه، يجب أن نتوقف قبل هذا عند الاتفاق الذي عقد الدولي الذي عقد برعاية دولية، وهو الاتفاق النووي، ما عرف بالاتفاق النووي، والذي أعتقد بأنه كل المراقبين حينها يعني أجابوا على ذلك بأن هذا الاتفاق يمثل بداية انطلاق جديدة لنظام عالمي جديد. ورأينا تصريحين شهيرين للرئيس أوباما حينها، إذ قال إن هذا الاتفاق قد جنب العالم صداما كبيرا كاد أن يقع. الرئيس الروسي بوتين قال إن العالم تنفس الصعداء بعد هذا الاتفاق. فإذا نحن على عتبة اتفاق دولي أو نظام عالمي جديد، لم يعد هناك نظام أحادي القطبية. هذا الموضوع انتهى كليا منذ أن قامت أمريكا بالاعتراف بهذا الاتفاق. أيضا روسيا صعدت إلى مكانتها الدولية التي كانت عليها زمن الاتحاد السوفيتي، وهي قاب قوسين أو أدنى من هذه المكانة، بفضل وصولها إلى منطقة الشرق الأوسط، وبفضل ثبات النظام والشعب والكيان السوري من خلال هذا المثلث الكبير بقيادة الرئيس الأسد، أيضا من خلال دعم الحلفاء الحقيقيين للنظام السوري وللشعب السوري من الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان. نعم. هذا كان حافزا أساسيا لروسيا أن تدخل هذا المعترك، لأنها وجدت أرضا صلبة تستطيع أن تقف عليها لتمدد نفوذها أو تجدد نفوذها الدولي. بالتالي نحن أمام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، لا أحادي ولا ثنائي. حتى هذا أن الرئيس بوتين أكد هذا الموضوع حينما قال بأننا ذاهبون إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب. نعم. هذا يعني انتهاء للأحادية وللثنائية القطبية. نعم. طيب دكتور عبدو، أبقى معي أنت وضيفي وبقية مشاهدينا لننقل الآن كلمة وزير خارجية الصين وانغ يي في جلسة مجلس الأمن. معالجة الوضع في سوريا بأن قرارات مجلس الأمن لا بد من احترامها وتنفيذها بالكامل، ولا سيما قرار 2254. ونذكر أننا داخل نفس هذه القاعة، فإن العديد من الجميع اتفق جميع الأعضاء على القرار وأورسوا الأسس لحل المشكلة السورية، وأنشأوا ووضعوا مبدأ المساعي نحو عملية سياسية يمتلكها السوريون ويقودها السوريون. وأعتقد أن علينا أن نواصل التقدم من حيث وقف على أطلاق النار، المفاوضات السياسية، المساعدات الإنسانية، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. نأمل أن يصبح شكل هذا العام نقطة تحول للوضع في سوريا. نحن نرحب بأن روسيا والولايات المتحدة قد توصلتا مرة أخرى إلى اتفاقية لوقف العدائيات في سوريا، وقد بذلت جهودا جبارة. نحن بالطبع نأمل أن هذه الاتفاق، إذن هذا جزء مما جاء في كلمة وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي أشار إلى أنه لابد من احترام قرارات مجلس الأمن المتخذة، وخاصة القرار 2254، وقال لابد أن نساعد للحصول على عملية سياسية يقودها السوريون، وعلينا أن نواصل التقدم في مجال التفاهم المشترك لناحية السير بالعملية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. أعود لك دكتور سليم بركات. دكتور سليم، يعني نحن نتحدث عن علاقات دولية الآن كما وصفها ضيفي دكتور عبدو في عالم متعدد الأقطاب وليس ثنائية القطبية أو أحادية القطبية، ولكن في عالم متعدد الأقطاب، هل يمكن الآن أن نتحدث عن علاقات دولية خاضعة لمبدأ توازن القوى اليوم، ويعني أم لا، نحن نتحدث عن تفوق قوى على حساب قوى أخرى، لذلك تبدو العلاقات الدولية ليست ندية بالحد الكافي لنقول بأن هذه القرارات تأخذ طريقها إلى التنفيذ وخاصة السياسية؟ نعم،
يعني هذا ما لا تقتنع فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أنها أصبحت فعلا في عالم متعدد الأقطاب. هذا الأمر لا تعترف به حتى الآن، ولكن ربما أن تلزم فيه في يوم من الأيام وفي الوقت القريب. وهذا الأمر كما قلنا هو الذي جعلها أيضا ترفض أن تعرض على مجلس الأمن الاتفاق الروسي الأمريكي في هذا الإطار. كنت أسمع لخطاب وزير الخارجية الصيني، القرار 2254 يشير إلى النقطة الأولى في محاربة الإرهاب، ومن ثم أيضا يشير إلى العملية السياسية، ويشير أيضا إلى الحق للشعب العربي السوري في أن يقرر مصيره. روسيا وسوريا وإيران والصين وكل العالم يعني والقانون الدولي وإلى ما هنالك، وكل العالم تماما الذي ليس له مصلحة إطلاقا في مواقف مواربة وله مصلحة في محاربة الإرهاب يقر هذه العلاقة ويقر هذه الكلمات التي قالها الآن وزير خارجية الصين. ولكن بقناعتي أن الأمريكي ما زال تماما يناور في هذه المسألة. أشير إلى نقطة مهمة كانت مع ضيفك من مصر، نحن نتطلع إلى العلاقة الطبيعية تماما بين مصر وسوريا، لأنه إذا كانت مصر وسوريا بخير الأمة العربية بخير، ونتطلع إلى هذه العلاقات تماما في إطار ولادة المشروع العربي المقاوم في مواجهة الإرهاب، والذي يمكن أن تكون فيه مصر إلى جانب سوريا وإلى جانب القوى المتحالفة في مواجهة. وهذا الترنح في المواقف لا يفيد مصر ولا يفيد الأمة العربية، ونتمنى تماما أن تكون رغبات الشعب العربي السوري في مصر وفي سوريا أيضا في إطارها الصحيح وفي إطار التعامل الصحيح. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سليم بركات أستاذ الفكر السياسي بجامعة دمشق، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. والآن أرحب بضيفي عبر الهاتف أيضا من العاصمة السورية دمشق، الدكتور نزار سكيف، عضو مجلس الشعب ونقيب محامي سوريا. أهلا بك أستاذ نزار. أهلا بك ست روبا، تحياتي إليك وللأخبارية ولسوريا وللشعب السوري في كل مكان. أهلا بك. يعني قبل قليل استمعنا إلى الاستناد إلى قوة القرارات المتخذة والقوانين من قبل وزير الخارجية الروسي، اليوم وزير الخارجية الصيني قبل قليل كان يكرر الحديث عن ضرورة الاستناد وحماية قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254. هذه القرارات كنا نتحدث قبل قليل بأنها محمية بقوة القانون وقوة القرار نفسه، ولكن ما الضامن أساسا لإعادة تطبيقها وترويج لها من جديد إذا كانت المؤسسات المعنية بذلك هي تتراوح ما بين الانحياز وعدم الحيادية، بل على العكس ما بين الانحياز والعجز في كثير من الأحيان؟ الضامن هو دائما القرارات ضامنها هو الحياد والاستقلال عندما يتوفر هذين العنصرين. بالتأكيد هي بالنتيجة ميثاق، هو اتفاق إيرادات دولية، اتفاق إيرادات دول. إذا كان هذا العالم يعترف بأن هذا الميثاق الذي وقعت عليه مجمل هذه الدول بغض النظر عن أحجام، بغض النظر عن قوى اقتصادية أو سواها، لابد أن يكون هناك تطبيق حقيقي وواقعي لبنود هذا الميثاق. نعم. الذي هو بالنتيجة يحدد الاختصاصات سواء لمجلس الأمن ولا أو لغير المجلس الأمن. لكن هي المشكلة المتغيرات التي بدأت منذ عام 90 عندما سقط الاتحاد السوفيتي. وهذا ما قاله أنا اليوم، أنا يعني بصراحة عندما قال كيري قال بالحرف استمعت إلى زميلي الروسي وشعرت وكأنني في عالم آخر. صحيح، أنا في رأيي صحيح لسبب بسيط، لأنه لا زال هو يعيش في ثقافة في عالم أحادية القوة، في عالم العولمة التي صنعته أمريكا والذي كان من متحولات الثقافة المجتمع الدولي ومفاهيم المجتمع الدولي ومفاهيم القانون الدولي. لا. اليوم هناك قوى، نعم قوى وليدة، هناك صراعات، هي قد صراعات إرادات لم تأخذ أي بعد عسكري، لكن إن لم يكن هناك اعترافات وإن لم يكن هناك واقعية وإن لم يكن هناك احترام لبنود الميثاق ولقرارات مجلس الأمن، أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة من الصدام والتصادم.
نعم. وهنا سؤالي لك دكتور عبد اللقيس، يعني نحن نتحدث الآن في ظل المنطق الذي يسود العلاقات الدولية والأحلاف، نتحدث عن أحلاف ولكن الارتباطات ما بينها ليست كافية بالوقت الذي ربما يسمح لمثلا روسيا والصين ومنظمة شنغهاي وكل دول تقريبا أمريكا اللاتينية أن تشكل موقف قوي قادر على أن يكون أو يفرض نفسه على منطق الحلف الآخر الذي حتى الآن يعاني نوع من الإرباك، يعاني نوع من التراجع، خلخلة في داخل علاقاته الداخلية أساسا، وتراجع اقتصادي بالدرجة الأولى مقابل حلف كما قلنا ناشئ اقتصاديا قوي اقتصاديا هو الذي بدأ يمتلك قوة المنطق والحجة السياسية والاقتصادية، أليس كذلك دكتور عبدو؟ دكتور عبدو أعود لك أستاذ نزار سكيف وربما أعيد لك نفس السؤال. إذا أردنا أن نتحدث عن تحالفين، لماذا لا يبدو التحالف الناشئ والقوي اقتصاديا وكذلك الذي بات يفرض نفسه بقوة المنطق روسيا ومن معها من الحلفاء في مختلف القارات أن يفرض منطقه على منطق الحلف الآخر الذي يعاني الإرباك والضعف والخلخلة وأزمات داخلية وخارجية؟ هو واقع ويجب أن يفرض منطقه. الواقع يقول أن منطق هذا الحلف هو حقيقة، وهي وأن هذه الكتلة التي تشكل قوى اقتصادية وقوى سياسية وقوى عسكرية هي حقيقة لا تريد الولايات المتحدة وحلفائها أن يعترفوا أن هناك قوة حقيقية لكل الأبعاد، وهي قوة مؤثرة وفاعلة، لأنها قلت أن هذه الثقافة التي مضى عليها أكثر من ربع قرن لا زالت تعيشها الولايات المتحدة. حتى الحلفاء الذين يملكون النفط أصبحوا في لحظات أزمات استراتيجية. السعودية اليوم في أزمة هائلة التي هي تعتبر الدافع الكبير ماليا، وإضافة إلى دول الخليج. هناك متغيرات يجب أن يعترفوا بها، ويجب أن يقروا أن هذه القوى الاقتصادية الناشئة والتي أثبتت وجودها على الساحة السياسية الدولية بالمعنى السياسي والاقتصادي والعسكري هي قوة حقيقية، وهي تملك القرار وتملك الحلول، لكن بثقافتها دائما هذا الحلف يعود إلى أنه مصر على احترام القانون الدولي. يعني الحلف اللي هو من روسيا ودول بريكس ودول ومجموعة شانغهاي وإيران وسوريا ومصرين على احترام الشرعية الدولية. هذا معيار أخلاقي، معيار قانوني دولي، مفهوم هو معيار أساسا لمفهوم النظام العالمي. النظام العالمي بأسسه التي تأسس عليها سقط وأسقطته أمريكا عندما تفردت بالقوة. لابد أن يعود لهذا النظام مفاهيمه الحقيقية، مفاهيمه القانونية، مفاهيمه السياسية ومفاهيم الاقتصادية. العالم لا تستطيع أمريكا أن تحيا بقوتها فقط، لأن هناك هذه القوة موجودة وهي تعمل منذ زمن وراكمت. هذا التراكم لا يستطيع أحد أن يصيبه. نعم دكتور نزار ابقى معي لو سمحت، ونتابع الآن كلمة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري. هناك حشد كبير بالآلاف من السوريين والأمريكيين الشرفاء ومن جنسيات أخرى يتظاهرون في الشارع 47 في الخارج، مطالبين البعض في هذا المجلس برفع أيديهم عن سوريا والتوقف عن القصف والتوقف عن مساعدة المجموعات الإرهابية. وهذا الأمر يجري في عدة مدن أمريكية في كاليفورنيا وغيرها. سيد الرئيس، ينعقد هذا الاجتماع حول بلاد سوريا في توقيت حساس للغاية، يشهد اختلالات خطيرة تخالف ما كان سائدا من مؤشرات إيجابية في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا الاتحادية في جنيف في 9 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وبسبب غياب الإرادة في إجبار المجموعات المسلحة المدعومة من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي
على الالتزام باتفاق جنيف المذكور، مع التنويه بأن الصفة الدولي تلك التي أطلقت على هذا التحالف لا تنطبق على واقع الحال، من حيث أن هذا التحالف تشكل خارج إطار الشرعية الدولية ومن دون قرار من مجلس الأمن ومن دون تنسيق وتشاور مسبقين مع الجهة المعنية ألا وهي حكومة الجمهورية العربية السورية. وهذا يذكرنا بتحالفات تدميرية أخرى تطرق إليها بعض المتحدثين مشكورين، لم تجلب إلا الكوارث على دول مثل العراق وليبيا واليمن. أيها السادة، عندما قررت الإدارة الأمريكية تدخلها العسكري الجوي الأحادي الجانب في بلادي قبل سنتين، جاءنا المسؤولون الأمريكيون ونقلوا لنا التزام واشنطن بأن الطيران الأمريكي لن يستهدف الجيش السوري ولا المنشآت الحيوية، بل سيستهدف حصرا إرهابي داعش. هذا الكلام قيل لي شخصيا من المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية باسم حكومتها، ونقلته إلى حكومتي. واليوم وبعد سنتين من هذا الكلام نسي المسؤولون الأمريكيون التزامات بلادهم ووعودها فصارت الطائرات الأمريكية تقصف قواعد الجيش السوري والمنشآت الحيوية، ونشرت أمريكا جنوداً أمريكيين فوق الأرض السورية. إن العدوان العسكري الأمريكي في شرق بلادنا والعدوان العسكري التركي في شمال بلادنا والعدوان العسكري الإسرائيلي في جنوب بلادنا يعني بشكل واضح لا لبس فيه الانتقال من مرحلة العدوان بالوكالة إلى مرحلة العدوان بالأصالة. لقد رحبت بلادي بالتصريحات الروسية الأمريكية الصادرة في 9 أيلول الجاري بعد توصل الطرفين إلى الاتفاق الذي نص على مكافحة مجموعات داعش وجبهة النصرة الإرهابية بمختلف مسمياتها، وهو الاتفاق الذي تم بعلم الحكومة السورية وموافقتها، غير أن الصدمة الكبيرة التي وقف المجتمع الدولي ممثلا بهذا المجلس الكريم عاجزا عن التصرف أمامها ولو ببيان إدانة أو مجرد تعبير عن الاستهجان أو القلق، وقف المجتمع الدولي عاجزا عن التصرف أمامها ولو ببيان إدانة أو مجرد تعبير عن الاستهجان أو القلق تمثلت في العدوان الغاشم غير المبرر الذي شنته الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية والأسترالية والدنماركية على مواقع لوحدات الجيش السوري التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي في جبل الثردة في محيط مطار مدينة دير الزور، وهي وحدات عسكرية تدافع منذ سنين عن عشرات آلاف المدنيين السوريين المحاصرين من داعش في مدينة دير الزور. وقد أدى هذا العدوان العسكري السافر إلى وقوع العشرات من الضحايا من ضباط وجنود الجيش السوري بين شهيد وجريح، 83 شهيدا وأكثر من 100 جرحى. لقد مهد هذا العدوان الذي استمر لمدة 50 دقيقة 50 دقيقة من القصف الجوي
والذي سبقه تحليق أسطعي للطيران المسير درونز على مدى يومين. طيران استطلاعي مسير استكشف المنطقة على مدى يومين قبل القصف. مهد هذا العدوان إلى فتح الطريق أمام إرهابي داعش للدخول إلى الموقع العسكري المستهدف عمدا قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادته من هؤلاء الإرهابيين. والأنكى من ذلك أيها السادة أن الجنود والجرحى من جيشنا تعرضوا لضربة جوية ثانية من قبل الطيران المسير أثناء إخلاء مواقعهم في جبل الثردة بعد استهدافه. لقد كانت حكومة بلادي تولي قبل هذا العدوان المتعمد والسافر أهمية كبيرة لمسألة فك الارتباط بين المجموعات الإرهابية تماشياً مع مضمون بيان فيينا 2 بتاريخ 14/11/2015 من حيث العمل على تحديد من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي وتحديد من هو معارض ومن هو غير معارض. ولكن يبدو أن 10 أشهر لم تكن كافية بالنسبة للبعض لفك طلاسم هذا اللغز المحير، لا سيما وأن البعض أصيبوا على ما يبدو بمرض الزهايمر بشكل في ذات السياق. كانت دمشق تتطلع إلى قيام واشنطن بتنفيذ التزاماتها المقدمة بهذا الخصوص من خلال العمل على وضع حد لسياسات وممارسات أنظمة بعض الدول المعروفة والقائمة على دعم وتمويل الإرهاب سياسياً وإعلامياً ولوجستياً ومالياً وعقائدياً. كما كنا نتطلع لوقف تدفق الإرهابيين والسلاح والأموال من دول الجوار إلى سوريا عبر الحدود واستخدام هذا الإرهاب كسلاح ابتزاز سياسي. السيد الرئيس، لقد أخفقت الطائرات الاستطلاعية والأقمار التجسسية الأمريكية وأجهزة استخبارات ما يسمى بالتحالف الدولي، أخفقت في التمييز بين داعش وبين من يحارب داعش، وهذا ليس بغريب عليهم، فهم فشلوا لسنوات طويلة في رصد آلاف العناصر الإرهابية الأجنبية التي استقدمت إلى سوريا والعراق من مختلف دول العالم، وهو أمر تطرق إليه السيد رئيس وزراء أسبانيا مشكورا. عناصر إرهابية أجنبية تسللت عبر الحدود مع تركيا وغيرها من دول الجوار، كما فشلوا في رصد قوافل من العربات المسلحة وآلاف الإرهابيين التابعين لداعش خلال رحلة طويلة استمرت أكثر من 200 كيلومتر في البادية السورية إلى مدينة تدمر قادمين من قواعدهم الإرهابية في العراق، وفشلوا في رصد آلاف الشاحنات التي تسرق النفط السوري وتهربه إلى تركيا كي يتم بيعه إلى إسرائيل من أجل تمويل عمليات تنظيم داعش الإرهابي، وفشلوا في وقف تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية رغم معرفتهم بمصدر ووجهة كل دولار يصل إلى داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها. أما النجاح الوحيد الذي حققوه فقد كان في فبركة اتهامات باطلة وحوادث مفتعلة وتقارير مسيسة وأفلام مزيفة عن معاناة السوريين بهدف شيطنة الحكومة السورية وحلفائها. ومن العجيب فعلا أن ينبري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتماد شهادة منسوبة إلى ما أسماه بشاهد عيان لاحظ وجود تحليق جوي فوق القافلة الإنسانية التي قصفت أمس في شمال سوريا. كان كافيا شهادة هذا الشاهد العيان الذي هو مسلح من المعارضة المسلحة المعتدلة المعدلة وراثيا، لاحظ هذا الشاهد العيان أن هناك تحليق جوي كان في المنطقة
عندما تم قصف القافلة، وكان ذلك كافيا كي يطلق السيد كيري اتهاماته ضد الحكومتين السورية والروسية. السؤال: هل يمكن أن يلاحظ شخص واحد في منطقة يقطنها مئات ألوف الناس، هل يمكن فقط لشخص واحد أن يلاحظ وجود طيران حربي في السماء وتعمى أبصار مئات ألوف الناس الآخرين الذين يعيشون في نفس المنطقة؟ طبعا هذه المسألة مسألة شهود عيان، مسألة أضحت مثيرة للسخرية، لا سيما عندما نتذكر أن من البعض ممن اتهم الحكومة السورية باستخدام الكيماوي استند أيضا إلى شهادة شاهد عيان من المعارضة المعدلة وراثيا، قال أنه شاهد طائرة هليكوبتر ترمي شيء ثم صدر دخان برتقالي. شاهد واحد كان كافي لكي يتم اتهام الحكومة السورية، وكأنه في تلك المنطقة لا يوجد أحد لديه طائرات هليكوبتر، لا الجيش التركي ولا الجيش الأمريكي ولا الإرهابيين الذين سرقوا بعض طائرات الهليكوبتر السورية من المطارات. على سبيل إنعاش ذاكرة الدول الأعضاء في المجلس، سأذكر بعض ما سماه المسؤولون الأمريكيون بالأخطاء، لأن هذه التسمية تهين ذكاءنا، والجانب الأمريكي على ما يبدو لا يتعلم من أخطائه. فقد أخطأت القوات الأمريكية عدة مرات منذ تشكيل ما يسمى بالتحالف الدولي، حيث قصفت خطأً بالخطأ مدرسة ابتدائية للصم والبكم في مدينة الرقة، وألقت بالخطأ فوق مدينة عين العرب مساعدات شملت أسلحة وقنابل يدوية وصواريخ سقطت في أيدي مسلحي داعش بالخطأ، كما قتلت بالخطأ مدنيين سوريين قرب مدينة الرقة زاعمة استهداف مصنع للأسلحة تابع لداعش. ثم ارتكبت الطائرات الأمريكية والفرنسية أكبر الأخطاء عندما أدت غارة جوية مشتركة إلى مقتل أكثر من 200 مدني في بلدة منبج قرب حلب، حلب التي كان أحدهم يتباكى عليها قبل قليل. طائراته قصفت حلب مدينة منبج في حلب فقتلت 200 مدني بالخطأ. السيد الرئيس، لقد أتت الاتهامات الباطلة الأخيرة لحكومة بلادي وحلفائها في الحرب على الإرهاب بالمسؤولية عن استهداف قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب، أتت ضمن سياق حرب إعلامية وسياسية قذرة لا سابق لها من أطراف معروفة ما زالت تستغل معاناة الشعب السوري لهدف وحيد فقط، هو الدعاية الإعلامية الرخيصة والابتزاز السياسي لتحقيق أجندات لا تحمل أي اعتبار لما يدفعه الشعب السوري من ثمن باهظ نتيجة إصرار ذات الأطراف على إطالة أمد الأزمة وإقصاء أي آفاق للحل لا ينسجم مع أجنداتها السياسية. لقد حذرت بلادي سوريا وما زالت تحذر من محاولة بعض القوى الإقليمية العزف في الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير منذ الإعلان عنه وحتى قبل دخوله حيز التنفيذ. وفي هذا الخصوص ألفت عناية مجلس الأمن إلى الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية طيلة الأسابيع الماضية والتي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير منذ الإعلان عن التفاهم الروسي الأمريكي على محاربة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة به مثل لواء شهداء اليرموك، وذلك في ظل صمت مريب من جانب إدارة عمليات حفظ السلام على الرغم من أننا أرسلنا إليكم وإلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام عشرات الرسائل حول مساعدة إسرائيل للإرهابيين من جبهة النصرة في خط الفصل في الجولان وعلاج مصابيهم في المشافي الإسرائيلية. في ذات الوقت
ألفت عناية مجلس الأمن إلى قيام سلاح الجو والقوات البرية التركية بعمليات حربية غير شرعية فوق الأراضي السورية وداخلها بذريعة ضرب داعش دون التنسيق مع الحكومة السورية وقادة وقيادة العمليات الروسية، وهو ما يشكل بمجمله جريمة عدوان على سوريا وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحيثيات عمل مجلس الأمن، كما يشكل خرقاً لسيادتنا وحرمة أراضينا. ويتوازى ذلك مع تصريحات المسؤولين الأتراك بعزم حكومتهم إدخال مواد يدعى بأنها مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب دون التنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة. سيد الرئيس، إن بلادي مستعدة لاستئناف الحوار السوري دون شروط مسبقة وفقاً للقرارات والتفاهمات والأسس التي قام عليها هذا الحوار منذ البداية من أجل الوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم دون تدخل خارجي، وأضع مليون خط أحمر تحت عبارة وحدهم دون تدخل خارجي، يقررون مستقبلهم وخياراتهم وبقيادة سورية وبما يضمن سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها كاملة. لن نسمح أبداً أن يتم تحويل بلادنا إلى ليبيا أخرى وإلى عراق آخر أبداً. وفي هذا المجال نؤكد أن نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب الانخراط والتعاون والتنسيق التامين مع الحكومة السورية بوصفها الشريك الأساسي في مختلف الجوانب والملفات المتعلقة بهذا المسار، إذ لا يمكن أن يكتب النجاح لأي لجنة أو اجتماع أو مؤتمر يعقد من أجل إيجاد حل للأزمة في ظل استمرار توجه بعض الأطراف الدولية عن قصد أو عن غير قصد إلى تغييب الحكومة السورية واستبعادها أو التشكيك في تعاونها مع الأمم المتحدة أو تشويه نجاحاتها في تحقيق المصالحات الوطنية القائمة على تخلي المسلحين طوعاً عن أسلحتهم وتسوية أوضاعهم والعفو عنهم وحتى مغادرتهم إلى مناطق أخرى بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي يخرج منها هؤلاء المسلحون واستئناف وإصلاح الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة بجميع أشكالها. ختاماً سيد الرئيس، أختم بسؤال: هل يمكن لمئات المجموعات المسلحة وعشرات آلاف الإرهابيين أن يستمروا في إرهابهم ضد الحكومة والشعب والجيش والبنى التحتية في بلادي لمدة 5 سنوات ونيف بدون دعم خارجي؟ أليس هذا السؤال مشروعاً؟ أليس المطلوب أن يعترف البعض بهذه الحقيقة بدلاً من التضليل بأن ما يجري في سوريا إنما هو حرب أهلية؟ شكراً سيد الرئيس. إذن كنا مع هذه الكلمة للدكتور بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن التي تبعنا فيها مجموعة من الكلمات. هناك مجموعة من النقاط المهمة التي سلط الضوء عليها الدكتور بشار الجعفري، وذكر يعني التزام سوريا وحلفائها بكل الاتفاقات التي وقعت من أجل الوصول إلى حل سياسي، بينما تنصلت الأطراف الأخرى من هذا الالتزام. تحدث عن طريقة تعاطي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الذي جاء في خارج إطار الشرعية الدولية ودون تنسيق مع الجهة الشرعية والرسمية وهي الدولة السورية، مذكرا بتحالفات تدميرية أخرى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية منها ما حصل في اليمن وفي العراق وفي ليبيا، وعندما قررت تدخلها من خلال العودة إلى الوراء في سوريا أبلغت الإدارة الأمريكية آنذاك عن طريق مندوبتها الدكتور بشار
الجعفري بأن لن يتم هناك استهداف الجيش السوري أو المقرات الحكومية الحيوية فيه، ولكن بعد سنتين كما قال مندوب سوريا الدكتور بشار الجعفري بأن يبدو أن الإدارة الأمريكية قد نسيت تعهداتها وقامت باستهداف مواقع للجيش العربي السوري في محيط جبل الثردة من خلال طائرات قامت على مدى 50 دقيقة بعملية استهداف مقرات الجيش العربي السوري، وكانت قد تبعتها كما قال بالتحديد قبل يومين طائرات استطلاع تم استطلاع المكان بشكل دقيق، مذكرا بأن العدوان العسكري الأمريكي في شرق سوريا والعدوان العسكري التركي في شمال سوريا والعدوان العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا هي تعني بشكل لا لبس فيه بأن هذا العدوان على سوريا انتقل من حالة مرحلة العدوان بالوكالة لمرحلة العدوان بالأصالة، مذكرا عن الصدمة الكبرى من المجتمع الدولي الذي لم يدين ولو ببيان إدانة أو استهجان أو قلق عن التصرف حيال هذا الخرق الأمريكي الكبير في شرق سوريا من طائرات أمريكية وبريطانية وأسترالية ودنماركية. هذا العدوان كما قال مهد لدخول داعش إلى مواقع الجيش العربي السوري قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري من استهدافها، وقال الأنكى من ذلك هو استهداف الجنود والجرحى في هذا الموقع بعد استهدافهم بضربة ثانية لأول مرة، وقال بأن 10 أشهر لم تكن كافية لفك طلاسيم لغز عدم الفصل ما بين الجماعات الإرهابية، ويبدو بأن البعض أصيب بحالة زهايمر مبكرة. أيضا أشار إلى أن هناك إخفاق بهذه الطائرات وأجهزة الاستخبارات عن رصد هذه القوافل ورصد آلاف العناصر الإرهابية ورصد آلاف الشحنات وبيع النفط السوري لإسرائيل، ولكنها نجحت بفقط فبركة أفلام وسياسات متضمنة الحديث عن معاناة الإنسانيين. تحدث عن ظاهرة شهود العيان التي سند إليها جون كيري، وساق بالاتهامات الباطلة التي سقت للدولة السورية بمسؤوليتها عن استهداف المساعدة الإنسانية، وتحدث عن موقف الأطراف الإقليمية وعن الاعتداء سلاح الجو التركي بالشمال، وقال بأن سوريا مستعدة لاستئناف الحوار السوري ضمن ما اتفق عليه منذ البداية دون تدخل من أحد للحفاظ على استقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ومؤكدا بالنهاية بأن نجاح أي مسار سوري يتطلب بأن لا تغيب أو تشوه نجاحات الدولة السورية والتنسيق الكامل والشامل مع الحكومة السورية. حول التحليل السياسي لما جاء في هذه الكلمة التي ذكرناها مؤخرا، أرحب من جديد بالأستاذ نزار سكيف، لا يزال معنا عبر الهاتف من دمشق. دكتور نزار سكيف، ما الذي يمكن تسجيله من خلال ما ساقه الدكتور بشار الجعفري اليوم؟ كل ما قلتيه صحيح، لكن هناك نقطة مهمة جدا عندما قال اللحظة حساسة خطيرة هي منعطف، ثم تبعها ماذا قال؟ قال النقلة كانت من العدوان بالوكالة إلى العدوان بالأصالة. هنا مكمن الخطورة، هنا مكمن الحساسية، وهنا مكمن المنعطف. لكن ماذا كان الرد السوري عندما ضربت الولايات المتطيران التحالف ضرب قواتنا السورية في دير الزور؟ ماذا كان القرار؟ قرار كان عندما أن أنهيت حالة الهدنة، هو قرار هو قرار رد. وهنا أيضا تعمقت اللحظة الحساسة وتعمقت الخطورة. هل كان الرد هو تذكير لهذا العالم أننا نحن أساتذة ثقافة حافة الهاوية؟ إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتدخل بشكل مباشر فنحن نستطيع أن نلعب هذه اللعبة كسوريين، لأن هذه الثقافة هي ثقافة مدرسة أسسها القائد المؤسس والقائد الخالد، والمدرسة لا زالت مستمرة بذات الثقافة وبذات الإرادة وبذات القوة. هذه نقطة مهمة جدا. أشرت إلى موضوع عندما قال أن شاهد العيان، أنا سأسأل سؤال، هل يجوز لوزير خارجية الدولة عظمى أن يعتمد في قرار على شهود عيان وهو يملك أحدث التكنولوجيات، الأقمار الصناعية فوق المنطقة، الطيران الاستطلاعي فوق الأجواء، وقالتها الناطق العسكري الروسي أن هناك طائرة
حدد نوعها وحدد القاعدة التي انطلقت منها كانت فوق هذا الموكب عندما قال طائرة أمريكية استطلع تستطيع أن تضرب صواريخ انطلقت من قاعدة أنجرليك. إذن هي هذا التصريح ليس تصريحا عبثيا، هو مبني على وثائق بالتأكيد. الناطق العسكري الروسي هو يبني هذه الأدلة على وثائق. نعم أستاذ نزار، ومن هنا نشير فعلا إلى أن سوريا وحلفائها قد وضعت الجانب الأمريكي ومن معه في خانة اليك لجهة الاستناد إلى هشاشة الأدلة التي استندت إليها في اتهامات الباطلة التي تسوقها لسوريا وحلفائها، وتأكيد من الدكتور بشار الجعفري بهذا العدوان الصريح والمباشر من الأصيل بدل من الوكيل الذي تتعرض له سوريا، وخاصة من قبل الجانب الأمريكي والإسرائيلي وكذلك التركي. مزيد من التحليل وقراءة في ما جاء في هذه الكلمة وغيرها من يعني ما جاء في كلمات جلسة مجلس الأمن لهذا اليوم، بالتأكيد ستكون في نشرتنا المقبلة على رأس الساعة 8 وفي برامجنا المستمرة هذا اليوم وكل يوم ودائما على هوا الإخبارية السورية من دمشق. شكرا لكل المتابعين، بأمان الله.